سمحت نعرف ايه هو برنامجكم؟ ايه؟ ربنا يخليك لنا وكده معاك بلا ونصرة. بوسو ايه؟ انت غلطان. بوسو بوسو من بقه، بوسو الباشا من بقه. في التزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، غمرت دعايا المرشحين الشوارع كلا على طريقته، فلطالما نقلت الدراما لنا أشكالا من الدعاية التي بدأت بالجملة الأشهر تنتخبوا مين، التي كانت الطريقة الأبرز في تقديم المرشح لنفسه أمام ناخبيه. انتخبوا مين؟ الشواربي. انتخبكم مين؟ الشواربي. 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 الشواربي فل الفل. الشواربي حبيب الكل. الشواربي فل الفل. الشواربي حبيب الكل. تطور كبير طرأ على الدعاية الانتخابية حتى انتقل من مرحلة التفاف الهاتفي حول المرشح إلى إبداع المرشحين أنفسهم في خلق أفكار جديدة للدعاية الانتخابية. فذبح العجول وتوزيع المال على الفقراء طريقة اتبعها بعض المرشحين لكسب أصوات الناخبين، بينما لجأ آخرون للظهور في المناسبات العامة كالمآتم والأفراح بهدف التقرب من أبناء دائرته. أما استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كان تطوراً آخر لجأ إليه المرشحون للتعريف بأنفسهم، خاصة لفئة الشباب. كل تلك الحيل وغيرها تصارع عليها مرشح البرلمان القادم للوصول إلى أكبر قاعدة من الناخبين وحصد الأصوات لصالحهم، آملين في الحصول على كرسي تحت قبة البرلمان المقبل. دليا علي، كلام تاني. الانتخابات البرلمانية القادمة ربما لا صوت يعلو في مصر الآن غير صوت الانتخابات، غير صوت الحديث عن البرلمان القادم. طبعا كل الكلام بيتقال أن هذا البرلمان في تخوف منه، مش هيأتي بشكل متوازن، مش هيأتي بشكل جيد، لكن الحقيقة النتائج لن تكون إلا بعد الفرز، بعد وجود البرلمان على الأرض، بعد اختبار أيضا حقيقي لهذا البرلمان. لكن ماذا يحدث على الأرض؟ كيف هو حجم المنافسة؟ من يتنافس مع من وضد من؟ من هم القادمون إلى البرلمان القادم؟ معنا النهاردة، بس عايزة أنوه قبل ما أقدم ضيوف الأعزاء أن هذه فقرة إعلامية وليست فقرة إعلانية، علشان لجنة الأداء الإعلامي مطالبانا بالتفرقة حتى لا يحمل ما نقدمه نوع من الدعاية الانتخابية. نحن نتحدث عن فقرة إعلامية، معنا ضيوف أعزاء بيمثلوا طيارات مختلفة. معنا الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. ومعانا المهندس احمد السجيني، المتحدث الاعلامي لقائمه في حب مصر وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد. اهلا يا باشمهندس. ومعانا ايضا السيد عمر هريدي، المحامي والبرلماني السابق. اهلا وسهلا. الانتخابات شكلها ايه؟ ايه الاختلاف ما بين انتخابات 2015 وانتخابات 2010 بالنسبه لحزب النور؟ هل وجود الاخوان في الحكم في الفترة الخاصة بالانتخابات السابقة كان دعما قويا لحزب النور، أما الآن يبدو الوضع أكثر قسوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأنبيائه. الانتخابات المرة دي الإطار القانوني اللي بموجبه بتجري الانتخابات جعل الانتخابات لها طعم رأس المال السياسي المبالغ فيه. دي الظاهرة اللي مسيطرة الآن على المشهد السياسي أكثر من انتخابات 2012؟ لا، أكثر بكثير جدا، أكتر بكثير جدا. فالمشهد السياسي ومشهد الانتخابات بالذات يقول أنه الحاسم في المعركة الانتخابية المرة دي أو أحد الأسباب الحاسمة هي استخدام المال السياسي بقوة، بالإضافة إلى الوشائج العائلية والقبلية. بس دي كانت طبيعة الانتخابات. هي طبيعة الانتخابات، لكن المرة دي كان المفترض أنه لو قانون الانتخابات أخذ بالنظام المختلط كان قلل حدة رأس المال. نحن نخشى، مش احنا كحزب النور، كمصريين، انه البرلمان يسيطر عليه مرة اخرى رأس المال. ولما كنا عام 1952 كنا طلاب بعد كده صغيرين في السن، كانوا يعلمونا انه اهداف الثورة القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. 60 سنة ولم نستطع ان نحقق هذا الهدف، اللي هو انه سيطرة رأس المال على الحكم ظلت. طيب انا اتكلم في مسألة المال السياسي، لكن ربما يكون سؤالي كان سؤال له مغزى سياسي يتعلق بيه. لما كان الاخوان موجودين في الحكم كنتوا انتوا الكتلة الثانية كسلفيين في البرلمان بعد الاخوان،
فشل الإخوان، هل أنتوا بتدفعوا فاتورته الآن ولا بتقدموا نموذج مختلف من وجهة نظر؟ إحنا لما أنشأنا حزب اسمه حزب النور كان حزبا سياسيا مختلفا، أداؤه في البرلمان السابق كان مختلف وله شواهد، والكل شاهد بأداء حزب النور في الأربع شهور اللي قعدها مجلس الشعب، وشاهد بأداء حزب النور بعد ذلك من خلال المبادرة التي قدمت قبل 30/6 ومواقفنا في قبل وبعد 30/6. وبالتالي احنا بس انتوا جوه البرلمان ما كنتوش مختلفين مع الاخوان؟ لا كنا مختلفين، يعني انا لا اعيب للاخوان، الاخوان ليس بينهم طرف الان، لكن انا بتكلم عن حزب النور. كانت لنا مواقف سياسيه مختلفه تماما في بدايه المجلس عندما كان في ثلاث كتل، الاخوان او حزب الحريه والعداله وحزب النور والكتله البرلمانيه الخاصه بما يسمى بالاحزاب المدنيه. لو انحزنا الى فريق من الاثنين كنا خدنا 8 لجان كحزب النور، لكن قلنا ساعتها انه مصر تحتاج الى مشاركه الجميع، ورفضنا حضور اول يوم للتصويت في اللجان، رفضناه لانه كان هيرسي على انه يتم تقسيم اللجان بين حزبين فقط، رفضنا ذلك ورضينا باربع لجان، قلنا ان الجميع يشارك، واجرينا الانتخابات في يوم تاني غير اليوم اللي كان محدد ليه حتى تم التوافق على توزيع اللجان بشكل متوازن بحيث كل قوه تمثل داخل مجلس الشعب فيما ال 19 لجنه اللي كانوا موجودين. بس البعض بيقول ان الصفقات بينكم وبين الاخوان كانت موجوده، يعني مقعد رئيس البرلمان كان للكتاتني، وكيل البرلمان كان للنور السلفي، سواء فيما يتعلق باشرف ثابت او يعني كانت واضحه. لا هذه ليست صفقات، لا اللي بيقول هذا الكلام برضو من المكائد السياسيه. حزب الحريه والعداله كان له احنا لسه هنتكلم عن المكائد. لا حزب الحريه والعداله له كان اكثريه في البرلمان حوالي 40% او 44%، حزب النور كان الكتله الثانيه، حزب الكتله المصريه والوفد كان الكتله الثالثه. احنا قلنا انه يتم توزيع عمل توازن داخل البرلمان، فحزب الحريه والعداله فاز بمقعد رئيس البرلمان، حزب النور فاز بمقعد وكيل المهندس اشرف ثابت، ثم الكتله والوفد فازوا بالوكيل الثاني وهو الاستاذ محمد عبد العليم داوود. ده توزيع عادل ويمثل كل المصريين، لكن لم تكن صفقات، كان هناك توافق بين الكتل الموجوده في البرلمان. في لجان مجلس الشعب الانتخابات المره دي اصعب بالنسبه لكم ولا الانتخابات اللي فاتت؟ والله شوف الانتخابات السنه دي اللي بيصعبها الهجوم الشرس الغير مبرر الغير أخلاقي على كل ما هو إسلامي، العنصري سياسيا أو العنصرية السياسية اللي بتستخدم ضد حزب النور، ويشهدها القاسي والداني، ولها طبعا لها مزاياها ولا عيوبها. عيوبها أنها بتحض على الكراهية بشكل غير مبالغ فيه، مخالفة للدستور المادة 53، ولكن لها مزية أنها بتجيب نتائج عكسية ضد هؤلاء الذين يقومون بهذا البهتان اللي يعني يوميا بهتان. طيب هنتكلم في بعض التفاصيل متعلقة بهذا المشهد الخاص بحزب النور، لكن هروح لقائمة في حب مصر باشمهندس أحمد. يعني الناس بتقول الطريقة التي تقدم بها هذه القائمة نفسها للجمهور أو للرأي العام شبيهة بشكل كبير جدا بما كان يفعله الحزب الوطني. الناس مش حاسة أن في تغيير، حتى أن البعض أطلق عليكم، وده كلام طبعا طول وقت بتقال في الإعلام، قائمة الدولة. حضراتكم بتنافسوا مين؟ يعني مين بينافس مين في البرلمان؟ هل التيار المدني بينافس النور السلفي ولا المنافسة شكلها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي قائمة كثر الكلام عنها، وقبل ما نقول احنا بننافس مين اسمحي لي اقول لك احنا مين. احنا تحالف مدني تكون بدعوة أو دعوات وأحلام كانت من الكتلة المدنية أن تجتمع كلها في بوتقة واحدة فيها شخصيات مستقلة، فيها امرأة، فيها أقباط، فيها شباب، فيها أحزاب. حقيقي كان شيء صعب، كلنا شفنا المحاولات على مدار الأربع سنين أن الكتلة المدنية تتجمع في كيان واحد. استطاعت هذه القائمة أن تجمع هؤلاء، تجمع حوالي 45 شخصية حزبية، تجمع أكبر الأحزاب السياسية وأقدمها، احنا عندنا 10 أحزاب في القائمة دهيت. الكل حقيقي اجتمع يا أستاذة رشا على إعلاء فكرة وثابت الدولة المدنية. طبعا دي منافسة سياسية، وكل واحد بيبقى نفسه من الأحزاب خصوصا القديمة أن تحصل على المقاعد التي تليق باسمها على الأقل وقناعتها ب يعني قوتها. فإحنا كوفد مثلا كنا طالبين عدد من المقاعد الكثيرة، المصريين الأحرار هكذا، الجبهة زي ما انتوا شفتوا في الآخر، مستقبل الوطن إلى آخره. انت
مقيدة ب 120 مقعد عايزة ترضي الجميع. في وقت من الأوقات المصريين الأحرار اتنازلت شوية عن عدد بسيط من مقاعدها، الوفد حصل على 8 مقاعد، المصريين الأحرار 8 مقاعد، كله في وقت الجد زي ما بيقولوا كله نسي الـ 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 يعني المصالح الحزبية قصيرة المدى وبص على المصلحة العليا. اتجمعتوا يا فندم؟ اتجمعنا بمبادرة ذاتية داخلية ولا بقوة أخرى تحرك؟ لأن هي ده مغزى المسألة، ليه بيسموكوا قائمة الدولة؟ هل هي دي اللي الدولة دفعت بيها؟ هل كان هناك تنسيقات؟ هنخليها. طب سيادتك عندك يعني إعلامية نشيطة وبتستضيف الناس كثيرين، تستطيع أن أنت تقتنع بأن حزب الوفد أو المصريين الأحرار ممكن حد يملي عليهم حاجة؟ يعني الهيئة العليا بتاعت الوفد، أنت لو سيادتك تشوفي إحنا بنعمل إيه جوه الهيئة العليا، يعني بيت الأمة ممكن حد يفرض عليه حاجة؟ لا، هي نقاش. طبعا في ناس معارضة، في ناس معارضة، يعني ما قلتش فرض، قلت تفاهمات وأعلنت معارضات أفندم، ما قلتش فرض، قلت تنسيق وتفاهمات. طبعا وإحنا في مرحلة، خلينا نسأل بعدين سؤال، إحنا في مرحلة عادية، مصر بتمر بمرحلة، هي والمنطقة العربية مرحلة عادية أم مرحلة انتقالية واستثنائية؟ فدايما نقيم المسألة وفقا للسياق اللي إحنا عايشين فيه. ففكرة بقى قائمة الدولة، يعني بس عشان خلص النقطة دي، لا طبعا إحنا يعني دخلنا في قائمة في حب مصر عن قناعة، عندنا زمايلنا في بعضهم معارض، لكن لدخولنا لهذه القائمة الشباب عندنا برضو كان عندنا معاه إشكالية في هذا الأمر، لكن المصلحة في النهاية إن العهد كان مسؤولة، وإحنا النهاردة ناس يعني عاهدنا أنفسنا وعاهدنا ربنا إن إحنا نراعي مصالح هذا الحزب استنادا إلى تنمية الحياة السياسية في مصر. يعني في النهاية العمل الحزبي هو وسيلة والغاية هي مصر، فلما تتعارض المصلحة العليا للبلد مع متطلبات. هل الشباب ده يا باشمهندس كان بيعارض مسألة انضمام الوفد إلى هذه القائمة، قائمة في حب مصر، لأن بها عدد كبير جدا من المنتمين سابقا للحزب الوطني؟ لا أولا دي برضو إشاعة، وبالعلم وبالأرقام الانتخابات كلها إشاعات. لا أنا أقول لحضرتك حاجة، طب ناخدها واحدة واحدة. قائمة الدولة يعني إيه قائمة الدولة؟ هل الدولة هتدينا فلوس تمول القائمة دي؟ إذا كان ده موجود، يعني لو إحنا متخيلين الدولة المصرية يعني بهذه البساطة وهذه السطحية، ويعني ده يبقى دكان يعني مش دولة، يبقى يعني طبعا ده مش موجود. هل الدولة هتبعت لنا عربيات من وزارة الداخلية تحمي الحملة الدعائية بتاعتنا؟ الكلام ده مش موجود. يعني من يقول أنها قائمة الدولة عليها أن يقدم الدليل، واخد بال سيادتك؟ لكن إذا كانت هذه القائمة أعلت المصلحة العليا للدولة، هي تحافظ على استقرار الدولة المصرية، هي تدعم الدولة المصرية وتنمية مؤسساتها، ولا تدعم نظام أو حكومة أو شخص، هي تدعم كيان الدولة. احنا عشنا 4 سنين. طب الانطباع تفتكر حضرتك، ما هو لما بيحصل انطباع بيبقى فيه أسباب. طبعا في أسباب، وهقولها لحضرتك دلوقتي. أحد الأسباب إن هي القائمة التي هي الأكثر اتساعا للنسيج الوطني للقوى السياسية في مصر والاجتماعي أيضا، لما تيجي تشوفي الأسماء اللي فيها، هي القائمة التي استطاعت أن تكتمل تكتمل بكل أوراقها في الأربع قطاعات. إحنا مقدمين، دي القائمة الوحيدة اللي قدمت في الصعيد، وسط القاهرة، شرق، وغرب الدلتا. ما فيش قائمة استطاعت أن تكمل أوراقها ومرشحيها، وعشان كده إحنا دي من أحد أسباب تأييدنا لهذه القائمة. ليه؟ لأن إحنا محتاجين، مصر محتاجة برلمان مستقر في هذه المرحلة، واستقرار البرلمان في استقرار وتحديث لجانه النوعية. وإحنا طبعا أنا معايا أساتذة برلمانيين، فيعني هم يتحدثوا عن هذا الأمر أفضل مني كمان. وبالتالي أنت كنت النهاردة القانون طلع بالشكل اللي إحنا شايفينها، أن أنت عندك تقريبا القائمة 120 وعندك فوق عن ال 400 وكسور فردي، ودي أول تجربة حقيقية للناخب أمام الصندوق بعد ثورة 30 يونيو. خلي بالكو دي مرحلة فاصلة، لأن احنا التجربة اللي قبل كده أتت بالإخوان والطيار. يعني أنا بسمع من حضرتك النهاردة برلمان مستقل،
اسمع من اعضاء بارزين في قائمه في حب مصر برلمان مساند للرئيس. ما انا ما هو لا بس اقول لسيادتك حاجه، اصل الرئيس السيسي حاله، الرئيس عبد الفتاح السيسي حاله، ومش انا اللي بقول كده وهي مش مجامله ولا رياء، لكن ده واقع واخده بال سيادتك. فهنا لا احنا بنقول والرئيس بيقول ان هو عايز ناس تساند الدوله المصريه. لما حد بيجي يهتف باسم الرئيس سيسي يقول لهم لا اهتفوا باسم مصر، مش بيحصل ولا ما بيحصلش؟ الرئيس سيسي بنشوف معظم المكاتب الحكوميه دلوقتي ما عليهاش الصوره الكبيره قوي بتاعه الرؤساء اللي كنا بنشوفها زمان. فرئيس سيسي بيصدر لنا مفاهيم، ويراقب ويختلف لا يعني بالضرر انه عايز يهدم. لا احنا ما احنا يعني احنا قلنا ان احنا يعني مش هنراقب في حد. لا انا بقول لحضرتك يعني ما اصل انا شايفه ان التركيبه كده فيها تركيبه غريبه شويه، يعني التركيبه كده تلاقي ناس فيها طالعه ويعني لهم تصريحات الحقيقه يعني اصابت ناس كتير بانهيار عصبي. يعني لما حد يطلع يقول عضو بارز في قائمه في حب مصر ان احنا سنطالب بتعديل الدستور لان هذا الدستور يعاق تنفيذ برنامج الرئيس، ان الرئيس اذا وافق وتولى فتره رئاسيه ثانيه يبقى تكرم علينا، هذه تصريحات تصدر من اعضاء بارزين في قائمه طبعا انا ما يعني انا ما سمعتش التصريحات دي للامانه، بس طالما سيادتك قلتي لكن خلينا نتفق اتفاق. بجد ما سمعتهاش؟ لا انا سمعت التصريح هقول لك بتاع اللواء سامح سفليازل عن الدستور. لا انا ما اتكلمتش عن اللواء سامح سفليازل. ما هو اللواء سامح سفليازل هو الكلام لا يصدر عن اللواء سامح بالظبط كده. يعني ما هو المنسق، هو صحفي اعلامي موجود، هو المنسق العام للقائمه واخده بالك، واول حرف من اسمه الاستاذ يعني مصطفى بكري، يعني مش ده عضو بارز في قائمه حب مصر؟ ايوه، ما ده يخليكي تطمئني انها مش حزب وطني بالمناسبه. ليه بقى؟ لان ده راي شخصي. استاذ مصطفى بكري راجل مفكر يا فندم يا باشمهندس، يعني انا النهارده يعني انا ما انا برضو حكايه ان ده راي شخصي ويعبر عن ما يعني مش ما بيعبر عن مجموعه. انا لما اطلع اقول راي اعلامي هيعبر عن قناه دريم، مش هيعبر عن عشان نبيل، يعني بصراحه شديده. يعني اقول لسيادتك حاجه، قائمه في حب مصر هي تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي، اجتمعت على 19 هدف. سيادتك وانا وعمر بيه ودكتور شعبان اعتقد ان احنا لن، يمكن دكتور شعبان ممكن يختلف معانا شويه، لكن يعني ايه مش هنختلف. دكتور شعبان جاي لي النهارده المال السياسي قهره، يعني الدكتور شعبان عنده الم في نفسه يعني. طيب هروح لي هرجع تاني لفكره التحالف الانتخابي والتحالف السياسي وما الى ذلك، لكن هروح للسيد عمر هريدي. الناس شايفه ان يعني الحزب الوطني قادم، ويعني اللاعب يقول لي بقى ما هو دول اللي بيجدوا اللعبه، ما كانش في اتنين قوتين بيديروا لعبه الانتخابات في مصر غير حزب الوطني والاخوان، ما فيش اخوان يبقى في حزب وطني. خلينا بس نتكلم الاول، نقول لحضرتك النظام السياسي في مصر من 52 ل 2011 هو عباره عن ايه؟ عشان بس ما نتكلمش عن حزب الوطني، حزب الوطني ايه؟ ده كان بدا في الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي ثم الحزب الوطني تحت مسمى كله الحزب الحاكم. والحزب والاحزاب والحزب الحاكم بيستهدف في صعيد مصر وفي وجه بحري تحديدا الأسر والعائلات الكبيرة يقوى بيها، خلي بالك من كلام اللي أنا بقوله، يقوى بيها ما بيستهدفش هو أي حد، تمام؟ والأسر الكبيرة والعريقة والراسخة في 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 صعيد مصر وفي وجه بحري بتسعى للحزب الحاكم لقضاء مصالحها، لأن هناك مركزية وكان شديد. الحزب الحاكم يسعى إليها أيضا لأن عندها عصبية وقوة قبلية موجودة على يعني الأرض. الحزب الحاكم لا يسعى للضعيف في أي مكان، مش في مصر. مظبوط. ولذلك لما تكلميني حضرتك وتقولي الحزب الوطني، حزب وطني إيه؟ ده هي مسمى، ما هي إلا مسميات، ده نفس المكان بتاع الاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي، هو وشالة اليافطة. بقى من اتحاد قومي الاتحاد الاشتراكي للحزب الوطني للحزب اللي جاي الحاكم برضه، مع اختلاف بس المكان شويه. خلي بالك برضه الحزب الجديد اسمه ايه اللي جاي؟ ما هو في خلال سنتين لازم يتشكل حزب سياسي، ما ينفعش انه الدوله. ولذلك انا حزب يعني سياسي، ما احنا عندنا احزاب زي الفل اهو. لا حزب سياسي حاكم والدنيا قايمه على كده، ده مش نقيصه. خلي بالك ولما تقولي دي قائمه الدوله، ده مش نقيصه ان نتبرأ منها، انا مش منضم ليها، لكن لازم هو ده الواقع انه في لازم يبقى في حزب يحكم واحزاب تعارض. طب ماشي، ما يعلن هذا يعني عادي. ما احنا يعني لسه احنا في مرحله حضرتك، مرحله بناء دوله جديده في اعقاب الثورتين. ولازم يا اخوان لازم نبقى واقعيين مع نفسنا،
لازم يبقى الامر واقع، يعني لازم الناس تبقى متفهمه هذا الكلام. اما فكره ان احنا يعني هنستعيد من المشهد القديم، الكلام ده نسيه خالص. لكن بس الصوره الذهنيه النمطيه ما اقدرش حضرتك، ما اقدرش حضرتك امحو الاسر والعائلات من على الارض. انا مع حضرتك استحاله. في حاجه على الارض اسمها مكانه الانتخابات، الناس تقول الشعارات اللي هي عايزاها، الواقع حاجه ثانيه. لكن ما هي بغض النظر عن المسميات، انا هشيل المسميات الان. النائب اللي كان موجود ده وتحت عباءه او تحت اسم اي حزب ايا كان، ما هو الناس شايفه ان خدنا ايه من نواب الحزب الوطني لما كانوا نواب الحزب الوطني؟ وما خدوش ايه من نواب الحزب الوطني او من الحزب الحاكم، بلاش الحزب الوطني. يعني ايه اللي كان ممكن يتعمل وما اتعملش؟ ما خليك ده كتير. لا معلش، ما هو لحضرتك. لا انا بقى ايه، معلش بقى، اصل احنا كنا راكبين اتوبيس سياسي يا استاذ رشا، تمام؟ كنا راكبين اتوبيس سياسي كلنا في مصر، كل واحد فينا قطع تذكره وراكب في الاتوبيس ده، سواء بقى عمل حادثه ملناش دعوه بقى. لا ازاي حضرتك ولا مش وصل المعنى ولا لا؟ ففي النهايه احنا كلنا لو كنا راكبين الاوتوبيس السياسي ده، كل واحد فينا قطع تذكره بيمثل اسرته وعيلته وبلده، بيراقب ويشرع ويؤدي خدمات. لان احنا كان النظام السياسي من 52 ل 2011 كان عايز نائب الخدمات، ما كانش عايز نائب التشريع والرقابه. لازم يبقى، وهنا هنا الفرق ما بين الاراده السياسيه الجديده، ان هي عايزه نائب تشريع ورقابه قبل ما يكون نائب خدمات. والنائب الناجح اللي يقدر يوازن ما بين الاثنين، خلي بقى حضرتك، انه عنده قدره على الرقابه والتشريع، وانه برضه يرتبط بدائرته ويقدم لها خدمات، لانه ما زلنا احنا مجتمعات فقيره ومحتاجين للمسانده الفقراء. يعني لما تيجي حضرتك تكلمني مثلا في موضوع املاك الدوله مثلا على سبيل المثال، عشان اقول لحضرتك، يعني مثلا لما المسؤول اللي قاعد في غرفه مكيفه يرفع ايجار الارض الصحراويه او الارض اللي هي املاك الدوله من 75 قرش يرفعها ل 8 جنيه ونص، مين يعبر عن الغلابه دول؟ مين اللي معرضين للحجز وللحبس دلوقتي؟ مين يعبر عنهم؟ النائب بتاعهم. هنا بقى ده قدره النائب على التعبير عن خدمات، ده مش تشريع بس، ده تواصل طيب مع الناس. حضرتك كنموذج مثلا يا عمر بيه داخل مستقل، لما ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك وتنجح ان شاء الله، رايح فين؟ رايح مستقل. وهتفضل مستقل؟ هفضل مستقل، ما ده انا مستقل بقوه القانون. غير الصفه، ما حضرتك لسه قايل ان هيبقى في حزب حاكم وهتبقى في مجموعه رئيسيه داخل البرلمان. لا لا يا فندم، بص حضرتك، هذا البرلمان، هذا البرلمان لازم. والحزب الوطني ما كمل النسبه بتاعته ازاي؟ ما هو خد المستقلين. لا لا لا, لا هنا يعني. هنا حضرتك انا بيحكمني الدستور والقانون. تغيير الصفه الحزبيه من مستقل الى حزبي او من حزبي الى مستقل تسقط العضويه بقوه القانون. الحمد لله. فدي دي ميزه يعني وضعت في هذا الدستور او في هذا القانون تحديدا. وانا شايف بس هيبقى في فكره ان الناس حاسه، بما ان مفيش حزب حاكم، بما ان مفيش تيار قوي داخل هذا البرلمان، المساله هتبقى ائتلافيه. هي تجربه جديده وفريده من نوعها، خلي بالك حضرتك، لانه القانون نفسه هيفرز لنا يعني مجموعه من النواب مختلفي ايديولوجيات سياسيه. وفعلا انا شايف ان البرلمان اللي جاي ده هيبقى ادارته محتاجه شخصيات يعني عندها قوه، يعني بالذات في منصب رئيس المجلس. ولذلك كان حتى في يعني لما اطلعت على مجموعه الاسماء المرشحه لل 4000 وشويه اسم، اجد صعوبه يعني في اللي هينجح يا رئيس. في لا يمكن يبقى فيه مفاجاه، ما هو ممكن ياتي يعني ياتي من بوابه اخرى، من بوابه قانونيه طيب اخرى. طيب خليني بس، احنا مهتمين واحنا قاعدين في بنتكلم في الاعلام نشوف الناس في الشارع شايفه الانتخابات ازاي، عارفه القوائم، عارفه الانتخابات الفرديه، شايفه الانتخابات ازاي؟ الناس مش عارفه لسه قوائم، عايزين نشرح لهم. ماشي، انا هسمع بس الناس في الشارع بتقول ايه وحضراتكم تسمعوا معايا عشان تعقبوا على هذه المساله. حضرتك تعرف مين ابرز المرشحين؟ لا طبعا، انا اساسا مش عارفين اي اسامي من المرشحين. انا اسمع عن حب مصر وجبهه المصريه من خلال الجرايد، لكن اشخاص ما اعرفش الاشخاص في حد ذاته. انا اسمع عن قائمه حب مصر، متهيألي بتترأسها المستشاره تهاني الجبالي. يعني انا ما اعرفش اصلا اسم الجبهه، ولا اعرف اسم القايمه اصلا عشان اعرف اسم المرشحين اللي فيها، ما نعرفش. والله القوائم اللي طالعه جديد دي في حب مصر وكده، الواحد ما عندوش فكره. اسمع عن القوائم بس تفاصيلها ما اعرفهاش. انا سامعه عنهم في التلفزيون بيتكلموا عنهم كتير. لا للاسف ما اعرفش حد. احنا من كتر المرار اللي عدت علينا قبل كده في حته الاحزاب والكلام ده، دايما بنطلب ما بنلاقيش، فانا المره دي مش هطلب، لعل وعسى القوائم تيجي تدينا اللي احنا عايزينه من غير ما نطلب. في حب مصر وجبهه المصريه وفي برضه اختار الاستقلال، انا ما اعرفش الا اسماء. يعني انا اسمع عن قوائم معينه محدوده، قائمه المصريين الاحرار. انزل سعادتك واسال اي مواطن، قول له مين اللي مترشح، هيقول لك ما اعرفش. لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم. يعني كاسماء
انا ما عنديش خلفيه، بس اعرف ان اللي يبقى عايز يقف جنب مصر هو اللي ربنا يوليه. قايمه حب مصر كلها الحزب الوطني القديم بصراحه. مصريه تعرفها؟ لا ما اسمعش عنها. ماليش اي يعني اي راي خالص، ما يعني مش بتابع خالص في الانتخابات، بس كل اقول ربنا يصلح حال البلد. ما سمعتش عن حد فيهم. تسمع صوت حب مصر؟ لا لا. تسمع القوايم خالص؟ ابرز المرشحين ما اعرفش، مش متابع. تسمع قوايم حب مصر؟ أبرز المرشحين من وجهة نظر حضرتك. لا تسمع عن القوائم دي؟ ماليش في القوائم، أنا ليا في أكل عيشي. ليا في أكل عيشي بس. باشمهندس أحمد. أيوه. تعالي يا حضرتك. يعني طبعًا هو يعني سيادتك الشريحة اللي جبتوها دي طبعًا كلها يعني احنا ما جبناها ده يعني شريحة طبعًا. احنا عندنا انتقائيه ولا احنا كنا ماشيين بالكاميرا في الشارع كلها بتوضح لك يعني ايه التحدي اللي احنا عايشين فيه حقيقي. يعني انا هنتهز الفرصه، ولو تسمحي لي يعني لابد ان احنا نوعي برضو، ننتهز فرصه برنامج سيادتك. هو المفروض المواطن في هذه الانتخابات هيختار فردي وقائمه وحسب دايرته، ممكن هيختار مقعد واحد او في دوائر هيختار مقعدين يعني او ثلاثه الى اخره، لكن القائمة أساس هيبقى عنده ورقتين، ورقة بيضة وورقة خضراء. الورقة البيضة في الفردي والورقة الخضراء هي القائمة. هيختار من القوائم اللي مترشحة، إذا كانت مثلا في غرب الدلتا عنده أربع قوائم، قائمة النور وقائمة في حب مصر وقائمة الجبهة وقائمة الفرسان، هيختار واحدة منهم فقط وحسب دايرته هيختار المقعد اللي هو. أنا أعتقد أن حضراتكم طبعا عليكم مسؤولية كبيرة خلال الأسبوع اللي جاي ده إن شاء الله، أنكم دايما تشرحوا للناس ونزود البرامج التثقيفية في هذا الأمر، لأن حقيقي مشاركة المواطن المصري في هذه الانتخابات أنا شايفها أنه هو واجب وطني يعني يكاد يصل إلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية. دي أهداف جيدة جدا، وأنا عارفة أن احنا مش هنبقى مبالغين، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وما احناش هنعمل ديمقراطية في يوم وليلة ولا هنعمل أحسن انتخابات في العالم، بس ده معناه أن القوائم دي والأعضاء والائتلافات والأحزاب مش مع الناس. لا ده بيؤكد، بعد اذن حضرتك معلش عذرا ده بيؤكد انه ما زال الشعب المصري انتخابات فرديه، الانتخابات الفرديه هي الامثل بالنسبه له. فكره انه حضرتك ان احنا ننتقل للانتخابات القائمه دي عايزه احزاب تقوى الاول في الشارع، ومع احترامنا للاحزاب ما هي مش هتقوى الا اذا مارست الحياه الانتخابيه بشكل عام. يعني هتيجي ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك طول عمري خايف يعني انا بعتبر فردية. لو انه عمري ما هعمل احزاب لو انه حضرتك اعتبرنا هذه الدوره هي دوره تمهيديه للاحزاب للتفاعل بينها ما بين الشارع، ودي حقيقه واقع. خلي حضرتك يعني انا مش شايف في الاحزاب السياسيه مع احترامنا ليها الا ما نظر منها اللي هو متواجد في الشارع بكوادره، مش متواجد في الشارع باعلامه وصحافته، لا انا بتكلم على الكوادر لان اللي يهمني يعني وموجود بتاريخه اصلا بتاريخه يعني انا بتكلم على حبيبي وبعدين هيبدا يتكلم في الاحزاب فهقول له ما هو ده من ناتج الحزب الوطني وبتاع ده من ناتج الحزب الحاكم مش الحزب الوطني ده معلش احنا حضرتك دي الاراده والرغبه السياسيه اللي موجوده خلال 60 سنه ما تحاسبنيش عليها كان بيعملها مين اللي ما اداش متنفس لهذه الاحزاب ان تقع على الارض يا سيدتي الفاضله اللي كان بيحكم مصر من 52 ل 2011 رغبته وارادته السياسيه ان نصل لهذه المرحله السياسيه قول واحد اذا ظلمت هذه الاحزاب يا عمر لكن ما تكلمنيش في افراد هو مين كان يملك قرار تغيير المسار السياسي في مصر يبقى اتظلمنا يا بيه كلنا حضرتك ماشيين في الاوتوبيس اللي قلت لحضرتك عليه اللي قاطعين فيه تذاكر انا عجيب انا حاسه ان كانت مقطوعه مش قاطعين كمان. طيب هروح للدكتور عبد شعبان، يعني عايز اعرف الـ يعني قائمه النور قائمه من القوائم الرئيسيه وموجوده في بعض المناطق بشكل قوي، بس انتوا عندكم يعني الصعيد عندكم مشكله كبيره فيه، مش موجودين وفقا للي انا شفته. انتوا انسحبتوا من الصعيد؟ سحبنا قائمه الصعيد قائمه شرق وقائمة شرق. أي نعم. أنا بس قبل ما أتكلم على القائمة أعلق بس على الموقف ده اللي احنا شايفينه من العينة العشوائية إذا كانت عشوائية بالفعل إنه ده بيعكس والله ده كان جو أوتوبيس خلي بقى حضرتك لا من ما أنا بقول لها جو أوتوبيس يعني أوتوبيس سياسي برضه ده اللي بتكلم عليه لا يعني عشوائية هو احنا حتى بنختلط بالناس وعارفين إن العينة دي ربما تمثل قطاع كبير من الناس هي الإطار القانوني اللي بيحدد شكل البرلمان اللي جاي هو اللي ادى الى هذه النتيجه ان عملت قائمه مطلقه لم يسبق في التاريخ حاجه اسمها قائمه تنجح بالكامل او ترصد بالكامل
وتركيبتها عجيبة جدا بنسب معينة، يعني شيء صعب جدا. بس ده 20% يا كأن المواطن ده 20% المعركة الحقيقية في المقاعد الفردية. حتى الفردي يعني مع احترامي لعمر بيه لما يقول الطريقة الفردية أفضل، لا غير صحيح. الطريقة الفردية أفضل في أوروبا وأمريكا والناس اللي اتدربت على الديمقراطية، وحتى الفردي هناك مفيش حاجة اسمها فردي مستقل أصلا، فردي حزب، حزب الجمهوري، حزب الديمقراطي، حزب مش عارف إيه، يبقى فردي عن الحزب. لكن كلمة المستقلين وهي الغلبة هنا دي هتؤدي من وجهة نظري إلى برلمان يسيطر عليه أو برلمان مفتت. البرلمان المفتت ده لا يستطيع أن يقوم بدور التشريع والرقابة أبدا. ليه؟ لأنه التشريع يحتاج إلى كتل برلمانية، الرقابة تحتاج إلى كتل برلمانية. النهاردة عشان احنا بص يا دكتور شعبان، نعم. أنا دايما بقول التجربة هي كل حاجة، يعني بعد 25 أنا قالك بص الحزب الوطني جاي، وما كانش الحزب الوطني. لا انا بقول لحضرتك انا ليا تجربه سابقه اللي بيقولوا دلوقتي مش عارفه مين جاي. انا رايي ان في صناديق اقتراع وفي نتائج، فلننتظر النتائج، بلاش نصدر احكام مسبقه وضعنا مش هتكون مفيده. الاحكام دي نتيجه ايه؟ احنا وضعنا دستور بيتكلم عن تداول السلطه، ولابد يكون في احزاب يرجع اليها الرئيس عشان يقر الحكومه او هي تشكل الحكومه. النهارده الطريقه المستقلين دول كيف يقوموا بتشكيل حكومه؟ ايه الوشيجه اللي بتربطهم ببعض؟ عشان يقدم استجواب محتاج يمضي له 20 واحد على الاقل. طب انا هجيب ال 20 دول منين؟ 20 على الاستجواب. لا الاستجواب فرد مش دعوه. لا انا بتكلم 20. لا ده حضرتك بتكلم حضرتك على حاجات ثانيه. لا خلينا نتكلم لجنه تخصص الحقائق اللي هي محتاجه 20 و10 لطلب المناقشه وغيره وغيره عشان تعملي تشريع. عشان تعملي تشريع النهارده التشريع عشان يمر سواء كفكره مبدئيه ويناقش كمقترح او يمر بالنهايه. طب ما خلينا بس نستنى نتائج، نستنى نتائج. يمكن ما يمكن العمل. ما يمكن يا دكتور شعبان تفاجئوا الناس وتاخدوا كتله كبيره في البرلمان. لا انا ما بتكلمش على، انا ما بتكلمش على نفاجئ الناس. انت هتاخدوا كام في البرلمان الجاي متوقعين كام؟ انت كسبتني سالتيني سؤال الاول. انا هسالك على موضوع القوائم. قائمه الصعيد. بس قولي الاول متوقع كام تاخدوه في الم... احنا نؤمل ولا نتوقع. التوقع ده نامل في الله، في ربنا سبحانه وتعالى. امل في ربنا كبير. الى كتله تقوم بدور رمانه الميزان داخل المجلس 25% مثلا، بحيث تعمل نوع من التوازن بين الكتل، بين التيار المستقل والتيارات المختلفه. هذا ما نؤمن. لا اشرح لي دي ثاني يا دكتور. نعم. شعبان عايزين تاخدوا كتله تعمل التوازن ما بين ايه وايه؟ نعم لان احنا كنا بنقوم ما بين ايه وايه في المجلس اللي فات، بين المجلس المفتت تسدد وتقارب. يعني انتوا عايزين تقوموا بدور رمانه الميزان في هذا؟ نقوم بدور رمانه، وقمنا به في المجلس اللي فات وكله شاف هذا الكلام. ما بين مين ومين؟ بين التيارات المختلفه داخل المجلس، ناس يعني وسطيه، ناس ما لهمش منهج مصادم للاخرين. ليس معنى ذلك ان انا بتهم الاخرين بالتصادم، لكن ناس تسدد وتقارب. احنا حزب النور بنقول ان مصر لا تستطيع ان تنهض الا بتوافق جميع ابنائها، وان مصر تتسع للجميع، وان احنا نوسع دائره المشاركه. ده اللي بنؤمن بيه وعملناه في البرلمان اللي فات والناس كلها شافته. ايوه بس انا برضه مش فاهمه هتتوسطوا بين مين ومين؟ بنقول يعني مثلا برلمان مفتت، نقول دلوقتي الرئيس عاوز يشكل حكومه، كيف تجمع هذه القوى المختلفة؟ لما تيجي تشكل اللجان لابد يكون في وسيط يسعى بهذا الدور. نحن باعتبارنا حزب النور كتلة ربما تكون كتلة رئيسية داخل البرلمان يقوم بهذا الدور، يبقى أحد أدواره. طب انسحبتوا من الصعيد ليه من الشرق؟ نعم انسحبتوا ليه من الصعيد؟ انسحبنا من الصعيد رغم أن قائمة الصعيد كانت كثير من المؤشرات تقول أنه قائمة الصعيد أفضل أو الحزب ذات الحظوة الأكبر فيها وحزب النور. سحبنا قائمتين عشان نقلل حالة السيولة والاستقطاب اللي يعني اشتدت بشدة، والهجوم الشرس على حزب النور في كثير من البعض القرارات. اعتبروا انسحاب من وجه الحزب الوطني او لا لم ننسحب من وجه الحزب الوطني. احنا انسحبنا من قائمة حظوظها كانت اكبر من حظوظ قوائم اخرى لنا في اللي هي قائمة أخرى. ايه قائمة الصعيد. قائمة الصعيد كانت مؤشرات بتقول لا انسحبتوا ليه يعني انتوا ايه؟ احنا سحبنا مش بس قائمتين، احنا سحبنا مرشحين فرديين. ما انا بسال حضرتك ليه؟ البعض راى ان احنا رشحنا 100% من القوائم و60% من الفردي، دول عاوزين يستحوذوا، وبدا الهجوم علينا في بعض القنوات المملوكه لرجال الاعمال بشكل غير مسبوق. فاحنا حبينا نقلل حاله الاستقطاب وحاله السيوله، ونرسل رساله للمجتمع بان احنا حتى لمجرد ترشح عندنا مثلا حوالي 50% قوائم بدل 100%. يعني كان عندك دايره تقدر تاخد فيها مقعد وانت سبته كده عشان تقول ان انا مش طمعان في البرلمان؟ تركتها عشان الرساله دي، لانه المجتمع يبقى متماسك وما يبقاش فيه حاله الاستقطاب الشرسه. الاستقطاب ده ممكن يؤدي في النهايه الى نتائج خطيره جدا. الاستقطاب اللي كان شغال بشكل غير عادي، والهجوم الشرس على حزب النور اللي حاله تكسير العظام اللي كل الناس شافتها
كانت ممكن تؤدي الى نتائج سيئه جدا، والناس بدات تستاء من السياسيين ومن الاعلاميين، لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟ فاحنا سحبنا هذه القائمه بعد تداول الامر في المجلس. تفتكر ده لصالح مين؟ ده لصالح مصر، استقرار الدوله. احنا عملناه لصالح الاستقرار، لا يعني صالح مصر ماشي، ده للصالح العام، لكن انا بتكلم لصالح مين؟ قد يحسب ماديا لحساب قائمه حب مصر، قد يكون في صالحها ان احنا نسحب في قائمه الصعيد، هذا صحيح، لكن احنا هل كان عندكم حسابات سياسيه ان هتعوضوا الخساره اللي هتسيبوها من القائمه في الفردي؟ لا، حاولنا ان احنا قلنا نرضى بنسبه اقل حتى بعد النجاح بدل نسبه اكبر وتهدأ حاله الاستقطاب الشرسه اللي شغاله دلوقتي. حبينا نبعت رساله للمجتمع بان احنا نريد ان نشارك ويكون برلمان متوازن، ولا نريد ان نكون غلبه داخل البرلمان. ضحينا بهذا مقابل ان احنا نهدئ حاله الاستقطاب الشرسي. طيب خلينا عشان ابقى عمليه، انا دايما بنطرح الاسئله في الاستوديو لكن الجمهور اللي بيتابع هو صاحب الحق الاصيل في طرح الاسئله. معانا مين يا جماعه من المنيا؟ استاذ هاني من المنيا، مساء الخير يا استاذ هاني. والله انا متكبر يا فندم عبد، لا انا عايزه حاجه تعلي صوتك عشان نسمع حضرتك. متكبر يا فندم، مساء الخير. انا من برشح يعني عارف اقول لك المستشفيات بتاع المنيا وحشه ليه؟ لا والله مش سامعه. المستشفيات بتاع المنيا وحشه ليه؟ انتوا سامعين يا جماعه هو استاذ هاني بيقول ايه؟ طيب انا يعني معلش ممكن ما ناخدش تليفونات الزملاء الا لما نظبط الصوت عشان نبقى في حاله من التواصل. الناس زي الفل اهو، انسحبوا من الصعيد عشان تبقوا يعني في فرصه هتستفيدوا بيها عشان ما حدش يفهم ان هم عايزين يسيطروا على مقاعد البرلمان. نوايا بس ما انسحبوش هنا، ما انسحبوش في الغرب. لا بس هو قبل احمد دي ما اتكلم اضيف نقطه مهمه. احنا رشحنا في البدايه 4 قوائم، وساعتها قالوا انه ادي اللي بيطالبوا بالمشاركه للمغالبه، وبعضهم قال ده نفعيين دول جابوا نصارى على قوائمهم، مع ان ده دستور احنا بنحترم الدستور والقانون. ايوه لما قالوا وضعوا اقباط وده مش، ايوه ما قالوش نصارى، قالوا اقباط، خليها اقباط بدل يعني نصارى دي تهدم الدنيا كلها. قالوا ان نصارى دي ايه قرانيه، ايه قرانيه دي ليست خارجه عن لا ما يعني خلينا بالتعبير اللي ما يجيبش مشاكل، صدقني لا ما يجيبش مشاكل ابدا. نصارى يعني ناصر وعيسى عليه السلام، لا دي ما فيهاش حاجه. شلنا ساعتها قالوا لا ده جابوا هم، رحنا ساحبين قائمتين عشان نقلل الاستقطاب. اللي كانوا بيقولوا الغلبه قالوا اهو سحبوا قائمتين لانهم غير قادرين على المنافسه، وبعضهم قال قالوا بيسحبوا قائمتين عشان يفسحوا المجال للحزب الوطني. ما فيش فايده تعملي اي عمل بس يا دكتور تهاجم فيه، يعني فين الحزب الوطني ده؟ حزب خلاص. لا هم قالوا يا استاذ عمر كده، انا بقول لحضرتك قالوا لا اصل انا كلمه الحزب الوطني دي فين؟ دكتور شعبان، دكتور شعبان هل ما تفاوضتوش؟ اصل احنا سحبنا فردي برضه. خلي بال حضرتك، انا احنا حزب النور قدم مبادره قبل 30/6 كان احد محاورها ادماج الحزب الوطني في العمليه السياسيه، لان معظم اعضائه ليسوا مفسدين كما يقول الناس. عشان كده حاولتوا تستقطبوا بعض رموز الحزب الوطني في الصعيد. احنا قدمناها قبل 30/6 مش استقطاب. لا انا بتكلم على انتخابات بقى. نعم. في الصعيد كان في مفاوضات بين حزب النور وبين رموز بارزه في الحزب الوطني للنزول على مقاعدكم. اسر وعائلات. لا انا هجاوب بس. ما تكلمنيش حضرتك على احزاب حاجه. استاذ رشد. احنا لما قدمنا المبادره الاولى اللي كانت بتقول ادماج اللي هي 6 محاور وادماج الكل في العمليه السياسيه وادماج الكل في العمليه السياسيه. ساعتها ما كانش فيه 30/6 ولا فيه انتخابات جديده، وكان مجلس الشعب يومها كان موجود او بعد ما تحل مباشره. النهارده احنا كثير من الاحزاب الموجوده معظم مرشحيها حزب وطن. معظم مرشحيها حزب وطن. يعني انت عندك على قوائمك حزب وطن؟ اللي احنا نعم عندك على انا قوائمك. لا اتذكر احد معين، لان قوائم حزب النور معظمها ناس حزب نور او مستقلين التحقوا بالحزب، لكن انا لا اعيب حتى على الحق هؤلاء بالحزب الوطني بالعمليه الانتخابيه، ده احنا طالبنا به قبل كده اصلا. احنا طالبنا ان الكل يشارك في العمليه السياسيه قبل 30/6. امال مين اللي عامل العزل السياسي للحزب؟ مين اللي عامل الحزب السياسي العزل السياسي؟ عمرو حمزاوي حضرتك. مش حزب النور ما كانش معايا ولا داعم؟ هذا هو الذي تقدم بهذا المشروع. بس حزب النور كان داعم في البرلمان. لا مش عمرو حمزاوي. عمرو حمزاوي اللي كان عضو في المجلس الاعلى للسياسات للحزب الوطني اللي عمل العزل عمرو حمزاوي اللي لا ليس عمرو حمزاوي ما كانش عضو. لا 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 في 2012 انا كنت عضو في الجمعيه التاسيسيه. لا بس كنتوا داعمين نور السرقه يعني. انا كنت عضو في الجمعيه التاسيسيه. اي وكنتوا داعمين العزل السياسي. لا اللي قدم هذا المقترح كان انا مش عارف اللي قدمه اللي وافق عليه مش اللي قدمه. ما بقاش المساله اللي قدمه اللي ما يعرفوش الناس بقى ان كان المقترح متقدم على عزل السياسي لجميع اعضاء المجالس المحليه 52,000 على مستوى الجمهوريه واعضاء لجنه السياسات. فانا من ضمن الناس اللي ضغطنا وقلنا يا جماعه
ازاي تعزل 52,000؟ ده هم اصلا اللي انتخبوا، معظمهم منتخبنا وانتخب الحريه والعداله وغيرها في الانتخابات. احنا نعزل فقط تحت ضغط اعضاء لجنه السياسات والامناء على مستوى المحافظات فقط لا غير، وده كان ضغط منا احنا، وانا كنت احد الضاغطين وكنا بنضغط ان احنا نلغي هذا المبدا. انا دلوقتي عندي مشكله في الحياه، ان نعم. الاحداث في دماغي بدات تتلخبط. هو مين اللي نزل في التحرير مع الاخوان لدعم مشروع العزل السياسي لحزب الوطن؟ يا فندم اتكلمي، عضو في الجمعيه التاسيسيه في مضابط موجوده، في كلام مرسل. مين اللي كان في الميادين؟ كانت السلفيين. انا بكلم حضرتك، ما تقوليش في الميادين. كلميني بمستندات داخل مضبطه مجلس الجمعيه التاسيسيه. انا كنت عضو 6 شهور فيها كامله، من ضمن الناس اللي هجموا على ماده العزل السياسي، قلنا ما فيش عقوبه جماعيه وما فيش لازم اللي يصدر ضده حكم قضائي. نتيجه ان القله دي كانت قله داخل، فخففنا الموضوع وان 52,000 عضو مجلس محلي لماذا يعزل من الحياه السياسيه؟ يعني بس في المجلس حضرتك ناقشتوا القانون المفسر لنص الدستور اللي هو ايه؟ القانون بتاع العزل. لا قانون ده في المجلس ايام في المجلس. عمر سليمان. ايوه ايام عمر سليمان. عمر سليمان اللي قدمه الاستاذ الدكتور عمرو حمزاوي. ده اللي هو مين بقى عمرو حمزاوي حضرتك؟ لا عزل القانون. اللي مين هو بقى عمرو حمزاوي حضرتك؟ هي حضرتك بتتكلم الاستاذ رشا على العزل اللي في الدستور. ما انا بتكلم العزل في الدستور ثم القانون. القانون ثم القانون. لان عمرو حمزاوي ده معلش احمد بيه فكر الناس بالاستاذ عمرو حمزاوي في نفس التوقيت اللي كان بيقدم فيه مشروع القانون في شهر رمضان تقريبا، اتمسك هو الممثله الفنانه ومش حد ما حدش يقدر يزيلها من على الارض، وهتظل الى ان تقوم الساعه الاسر والعائلات. يا استاذه فكره الحزب الحاكم انا شرحتها بمنتهى اليسر والبساطه. الحزب الحاكم جه والاسر ركبت الاتوبيس ده عشان تقضي مصالح الناس مش اكتر. طيب تحاسبيني يا استاذه رشا بعد اذن حضرتك عن ذمتي الماليه، تحاسبيني عن تصرفاتي، لكن نعمم في هو في عقوبه جماعيه في التاريخ. لا طيب خلينا، ما هو على فكره مش مختلف مع ده. لا مش مختلف. اولا يعني بعد اذن حضراتكم احنا عندنا برضو، اذكر حضراتكم احنا عندنا تحدي ومسؤوليه زمنيه مرتبطين بيها. احنا قدامنا 8-9 ايام على الانتخابات بالظبط. أرجو الكلام عن مفات هو يجب أن يؤخذ ويقيم في سياقه. يعني لما طرحنا موضوع العزل كان مصر تقريبا معظمها بتتكلم على العزل، يعني في حالة عامة كانت فرض نفسها على الأحداث. صحيح. وبالتالي يعني ده الأمر الأول. الأمر الثاني فكرة التعميم، ودي احنا دايما كنا احنا يعني متكلم حتى فيها في الوفد، يعني التعميم في اي شيء في التحليل هو يؤدي الى نتيجه فيها عوار كبير جدا. وعشان كده لما حضرتك بتقولي القايمه فيها بعض رموز الحزب الوطني، رموز حزب وطني، سيره ذاتيه طيبه زي ما اخويا عمر بيه بيقول، عائلات خدمت الدوائر بتاعتها، ويعني ايه الضرر ان هو وبعدين النسبه لا تزيد عن 5% ل 8% من القايمه. زي ما قالوا قايمه رجال الاعمال لا يزيد من 120 عدد رجال أعمال اللي هم عندهم ملاءة مالية قوية عن 4 أفراد أو 5 أفراد. فهنا بس البعض بيرى يا فندم في هذه النقطة تحديدا باشمهندس أحمد، إن أنا آسف مقاطعة حضرتك، إن المال السياسي هيظل يلعب دور كبير جدا، وإن مبدأ تكافؤ الفرص مش موجود، وإن الضوابط اللي موجودة على الإنفاق في الانتخابات هي ضوابط غير ممكنة التطبيق من الناحية العملية. نعم. يعني نعم. في مشاكل كبيرة جدا. طبعا طبعا إحنا لسه كنا حتى في الاستراحة كنا بنتكلم إن فكرة الرقابة نفسها على الإنفاق محتاج مش مجرد نص قانوني، محتاج آليات ومحتاج منظومة. لكن خلينا نتفق اتفاق، الديمقراطية هي في الأصل قناعة ثم ممارسة ثم نضج. فإحنا النهاردة عندنا القناعة بأن نمارس الديمقراطية، إحنا في المرحلة دي يعني مش هنقدر ندوس على زرار ونأتي بكل ما نحلم به. يعني أديلك مثال في اللي إحنا اتكلمنا فيه فيما يخص شكل البرلمان والكلام ده. احنا البرلمان النظام اللي اتفرق يعني اللي احنا اتفقنا عليه هو نظام مختلط، هو تقسيم السلطه ما بين رئيس الجمهوريه. معلش انا صوتي رايح لان كان عندنا مؤتمر لا طبعا في الفتره دي في ارض المعسل. يعني
هو نظام مختلط، تقسيم السلطة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هذا النظام معمول به في فرنسا. النظام في انجلترا نظام برلماني مختلف تماما، النظام في امريكا نظام رئاسي. طب ايه الاختلاف او النتيجه هنا، التقييم هنا هيكون في ايه؟ في المؤسسات، يعني المؤسسات القادره على التفاعل مع هذه الانظمه. عشان كده لما احنا نيجي نقول ايه حديث عن الدستور، لا الدستور هو احنا فعلنا الدستور، احنا لسه ما جربناش الدستور. وده والاصوات اللي صادره من قائمه ورموز بارزه، وهستخدم التعبير، في قائمه حب مصر اللي بتدعم تعديل الدستور. لا لا يا احمد بيه، ما انا عندي مشكله، مش عارفه ارتب الافكار، انا مش عارف اعلي صوتي. انا مش عارفه اجيب المواقف مع بعضها. في 120 نرجع تاني للنقطه اللي انا انتهيت بيها في الكلام اللي فات. ده تحالف انتخابي اتفق على ثوابت 19 ثابت. ما هو اللي داخل الانتخابات ده يا فندم في تحالف داخل جوه برلمان هيبقى مع بعض، ومش معقول هتنجحوا مع بعض وتدخلوا تتخانقوا جوه على السياسات، غير منطقي. هو فكر سيادتك ان هيبقى في هيئه برلمانيه لحاجه اسمها في حب مصر؟ انا في مصريين الاحرار ممثلين، وفي مستقبل وطن ممثل، وانا وفد. هتدخلوا مع بعض انتخابات وجوه هتتفرقوا وتتخانقوا يا فندم؟ ما هو كان في حاجه اسمها الكتله في البرلمان اللي فات. الكتله المصريه ده قعد في الهيئه، كونت هيئه برلمانيه للمصريين الاحرار، وتكونت هيئه برلمانيه للمصر الديمقراطي الى اخره. لا بس من ناحيه القانونيه يا احمد دي بعد ساعتين، اذا كان هناك قائمه انتخبت على تحالف سياسي، فكره ان احنا نخش نغير من القصه دي عمليه صعبه جدا. تحالف تنصدم بالدستور والقانون. لا تحالف انتخابي يا عمر بيه وتراجع فيها. طيب خليني اسال تحالف انتخابي. بس انا عايز اوضح لحضرتك ما المقصود. بس اعتقد ان انتوا الايديولوجيه واحده، الايديولوجيه هو ده الكلام. هو ده الكلام ان البرلمان، وهتلاقي عمر بيه ان شاء الله لما ربنا يوفقه، احنا جايين نبني البلد، رقابه هنراقب، تشريع هنشرع، واخده بقى. ما هو كل فندم عايز يبني ورايه، بس هي الاوتوبيس اللي هيركبه ايه؟ لا يعني ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. عجبني جدا. مكيف ولا ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ لو انتوا بالنسبه لكم كان مكيف، بالنسبه لحضرتك مش مكيف. ان احنا محتاجين نفعل الدستور ونجربه ونشوف بعد ما نجربه. والله يعني ادي لسيادتك ملمح فيما يخص المدد بتاعه الرئاسه على سبيل المثال. مده الرئاسه لا يجوز ان انت تعدلي في مده الرئاسه، لا يجوز. والرئيس عندما تحدث عن الدستور تحدث عن نقاط فنيه فيه. على سبيل المثال البند الخاص بتحديد نسبه معينه من الموازنه لصالح مثلا التعليم او الصحه. كيف يمكن ان تصاعد هذا المبدا بمشروعات قوانين هتصطدم مع طيب الواقع؟ انا بس قبل ما ادخل للاجنده التشريعيه لهذا البرلمان، هاممني اللي هيدخله، لان القادمون الى هذا البرلمان هيعملوا حاجات طبعًا كتيره طبعًا. جدا البعض بيرى ان من لم يتمكن من الحزب الوطني من الدخول إلى البرلمان بشكل مباشر هو يدفع برموز معينة لتكون له نظير أو ظهير جوه هذا البرلمان لمناصرة فكره. لا ده هذا الكلام قيل على المهندس نجيب ساويرس، وقيل على أكثر من واحد من رجال الأعمال. أنا بتكلم على الحزب الوطني. أنا بتكلم على الحزب الوطني. نفس الكلام ده بيتقال على المهندس نجيب ساويرس، إنه بيشير النواب وإنه بيعمل كذا عشان يعمل كتلة تصويتية كذا. حضرتك رأيك إيه؟ لو في الكلام ده حضرتك يعني خارج السياق ده. واحد، اتنين، انتهى هذا الزمن ولا عودة له. خلينا نتكلم كده كلام واقع. اللي بينجح ده بينجح على دراعه، ملوش حد فضل عليه. كان زمان الرابطة حزبية فكان في التزام، لكن دلوقتي حضرتك كل اللي بيدخل في الانتخابات نجح على دراعه. لا لا لا، في اجهزه تنفيذيه بتسنده، لا في مؤسسات حزبيه بتسنده. لا مين اللي بيدعمه ماليا؟ ايه؟ مين اللي بيدعمه ماليا؟ لا هو في حد يقبل على نفسه انه يتعامل بهذا المنطق؟ ما يقعد في بيتهم احسن، لو هو ما عندوش مقدره انه يخوض معركه انتخابيه واخبارك ووضع لها حدود. يعني انا حضرتك انا ما عملتش على فكره ده مبدا. لا هكمل لحضرتك بس جزء. لما حد يدخل حضرتك انا دعايه الانتخابيه يا استاذه رشا، يعني انا كنت مخصص المبلغ وفقا للقانون اللي هو منصوص عليه. تمام. بمجرد ما حصل حادث بتاع منى ده والحاله الوفيات، والكلام ده انا كاتبه على صفحتي، جزء كبير بنسبه 90% من المخصص المالي للعمليه الانتخابيه اديته تبرعات لاسر. لا بس خلينا نتكلم حاجه بصراحه يا عمر، اللي حضرتك بتقوله ده مش فكرتي. بس انا عايزك اوضح سؤالي. ما هو اللي بره البرلمان وما نجحش ان هو يكون جوه، عايز واللي حتى ما فكرش ده في ناس عايزه ظهير ليها جوه. ده كلام حضرتك على ارض الواقع ما بيحصلش. طالما ما فيش رابطه سياسيه تربط حد بحد، منتهت القصه. في رابطه مصلحيه، في رابطه مصالح. بغض النظر في النهايه البرلمان ده واعضاء اللي جواه هتعمل لمصلحه مصر ولا هتعمل لمصلحه الخارج؟ هتعمل لمصلحه البلد.
في النهايه اللي بتشرعه ده بنشرعه للمصر ولا بنشرعه لحساب دول بتدعم الناس المرشحين؟ ما في دول بتدعم المرشحين، والكلام ده مش معروف للجهات الامنيه ومش معروف للناس كلها. قصدي حاجه زي مين يعني؟ لا بغض النظر بقى عن لا مين، ما هو الكلام واضح. مين يفصح عنه بقى؟ اللي تفصح عنه لا ما حضرتك يعني ده ادالك هذه الشجاعه عمر بانك تفصح عنه، ما بتقول لي في دول بتمول تيار معين يعني، يبقى انت هتقول لي ان ايه النهارده؟ لا قول لي الاول مين الدعم المالي اللي جه لبعض المؤسسات المجتمع المدني لتخريب مصر واللي كشف عنه في بعض الاجهزه الاعلاميه ده مش دعم خارجي؟ لا احنا بنتكلم عن انتخابات دلوقتي، انا بكلمك. ما هو ده كله موصول ببعض. لا ما في النهايه بيوصل في دول بتدعم حد معين يفهم رساله معينه. طبعا نفس الدول اللي كانت بتدعم الجمعيات تحت مسمى حقوق الانسان وتحت مسمى تعميق ممارسه الديمقراطيه والمسميات اللفظيه الجميله ما زالت بتمد يدها برضو مع بعض الناس او بعض المؤسسات او بعض الاحزاب. في حد بيدعم حزب النور ولا حزب النور؟ حزب النور لا، حزب النور انا ما اعرفش عنه حاجه، لكن حزب النور ده لسه وليد بعد الثوره. مصادر دخله دي بيراقبها جهاز مركزي محاسبات، بيراقبها لجنه الاحزاب السياسيه، انا ما اعرفش عنها حاجه. ما بتراقب كل الناس؟ ايه ما بتراقب كل الناس؟ ايوه بالطبيعه. لكن مصادر تمويله معروفه يعني. ما فيش مال سياسي جوه مصر بيتحرك لدعم طيارات وقوى معينه؟ فين؟ في الانتخابات اكيد طبعا. طب هو ليه امال بتقول لي ليه؟ اكيد لا، هو الاحزاب السياسيه والقنوات الفضائيه والصحف اللي شغاله بتدعم بعض المرشحين دي بعينها، ما مش معروف خلفياتها ايه ولا ايه؟ ما خلينا واقعيين يعني حضرتك، هو مش معروف ان بعض الشخصيات السياسيه اصحاب القنوات الفضائيه واصحاب الصحف شغاله لمصلحه احزابها ومصلحه تكتلاتها؟ ما معروف للناس كلها. لكن في النهايه انا بثق في وعي المواطن المصري. انا بكلمك عن دايره البداري وساحل سليم، دايرتي تمام اللي موجود فيها كل التشكيلات دي موجوده جواها. انا واثق تماما من انه هناك فرز جيد من مواطن يعي تماما قيمه صوته في داخل دايره البداري وساحل سليم، وانا يعني واحسب انه النتائج هتعبر عن واقع الدايره. يا فندم ما اعرفش الدوائر الثانيه، خليني بس عشان ما يبدو الامر وكانه انا يا استاذ عمر بيه معلش، عشان لو قلت لي الدايره اللي جنبك ما اعرفهاش من مرشح فيه، لا اعتبارات مهنيه هخرج من الدايره بتاعت حضرتك حتى لا يبدو ان الامر ده. لا انا بكلم حضرتك على المواطنين اللي حضرتك شفتهم في الشارع دول ولا عارفين قوائم ما اعرفهمش، هم تبع دايره ايه بالظبط ولا هم عارفين. ده اتوبيس في القاهره، ده اتوبيس نقل عام في القاهره. طيب خلينا ناخد جزء من الصعيدي، ما اعرفش هنشوف الصعيد اخباره ايه. معانا محمود من سوهاج. كلميني حضرتك في الصعيد. مراد منين يا جماعه؟ استاذ مراد من اسكندريه. الناس بتوعكم. استاذ مراد مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. انا بس كنت عايز افهم حاجه، حزب النور بيتنازل عن مقاعد؟ طب ما هو اللي مش نفى الانتخابات السنه اللي فاتت مع لما عمل مشاركه مع الحريه والعداله. عايز يتكلم كلام واقعي شويه، يا ريت يتكلم كلام واقعي. قول لي انت يعني ما بيتكلمش غير فين إيه؟ بيقول التحالف الانتخابي اللي كان ما بينكم وما بين الحريه والعداله. حزب النور لم يشترك في اي تحالفات انتخابيه. وحزب النور ناقص هجومك انت دلوقتي؟ لا حزب النور لم يشترك مع اي حزب. لا مش هجوم، انت ما بتكلمش خرفان في الشارع، اتكلم كلام واقعي شويه. يا شوف يا اخي، حزب النور لم يتحالف انتخابيا مع احد، حزب النور كان خارج الكتله اللي كانت متحالفه، ما تحالفناش مع حد. ازاي حضرتك امال دخلنا انتخاباتنا؟ النسبه الكبيره قوي اللي هي عطت الحق الحريه والعداله، كان مين اللي ساندها؟ ساندها في ايه؟ انت كنت في البرلمان؟ مين اللي ساند الحريه والعداله؟ تابعت اداء البرلمان السابق؟ تابعت اداء البرلمان؟ المضابط. شفت اداء البرلمان والمضابط بتاعته؟ مين شفت موقفنا من تغيير حكومه الجنزوري؟ مين اللي سند الحريه والعداله؟ شفت موقفنا من اللجان؟ لولا تحالفكم مع الحريه والعداله ما كانش اخذ اغلبيه. يا استاذ انا جايبه يا فندم، جايبه منين يا فندم؟ يعني انا جايبه، لا بس عشان انا جايبه دي يا دكتور شعبان حضرتك عارفني كويس قوي، يعني انا جايبه، انا بفتح تليفونات ومن حق الناس تسال وحضرتك ترد عليها. تحالفات ايه؟ طب هاتي لي. هو بيقول اقنعه بقى، ده مواطن. وبعدين ده فين؟ ده في اسكندريه اللي انتم المفروض لكم نفوذ قوي فيها. واحنا بنملك اسكندريه على فكره، بنملك اسكندريه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. لا احنا بنملك اسكندريه. فكره ان النور في اسكندريه دي يعني معاك يا استاذ مراد، خليك معانا يا فندم. دي انا اسكندريه، انا اساسا قايمه داخله بقوه هيصل على المجلس. حزب النور له ما له وعلي ما علي. ولو هنتكلم في حزب النور طبعا في اطار منضبط بعيد عن الهجوم طبعا. من دكتور شعبان راجل جميل، ولكن احنا لو هنفتح حوار ليه احنا بنعارض حزب النور، ولو كان ده يعني مطروح النهارده يبقى نتكلم بشكل موضوعي يعني وبتجرد شديد جدا. لكن حزب النور ليس له الغلبة في اسكندرية،
دي إشاعة أطلقت وأنا بقى أقدر أقولها لكم بالأرقام وبالعلم. رأيه الأستاذ أحمد كده بالأرقام وبالعلم. معركة معركة شرسة له تواجد. آه له تواجد وبنخوض معاه معركة شرسة وحاطينه كمنافس قوي لنا ده حقيقي. لكن الغلبة والكلام اللي مطروح ده هوت أنا أقول لحضرتك إحنا عملنا إكزرسايز صغير كده تمرين جبنا كل من أعطى اللي عندهم هوى للطيار ذو مرجعية إسلامية، مع إن أنا ما مش فاهم حتة الطيار الإسلامي ويعني مش ماشية معايا يعني، لكن اللي إدى لمرسي ودكتور محمد مرسي واللي إدى للدكتور سليم العوى واللي إدى للدكتور أبو الفتوح وجمعنا الأصوات بتاعتهم في كل محافظة. بس على فكرة أنا في التصفيات اللي كان ناجح صح حمدين صباحي هو اللي كان واخد اسكندرية. لا ما أنا جاي لحضرتك دول سميناهم إكس ورحنا جايبين حمدين صباحي وعمر بيه موسى والفريق شفيق وسميناهم واي أو سين وشفنا الأصوات دي نسبها عاملة إزاي. اسكندرية حضرتك تقريبا 68% لو أنا متذكر الرقم كتلة مدنية اللي ادت لفريق شفيق والحمدين وعمر موسى. مطروح طبعا أعلى، بس مطروح النسبة بتاعتها كلها على بعضها 200,000 ناخب اللي بيروح 74,000 المرة اللي فاتت. البحيرة كانت، عشان كده دايما في كل مؤتمراتي أناشد أهل البحيرة، البحيرة كانت النسبة رايحة للطيار ذو المرجعية. طيب هناخد أستاذ محمود من سوهاج، تفضل يا أستاذ محمود. أستاذ محمود يا جماعة مش معايا أستاذ محمود، بس ردنا على الاستاذ احمد. استاذ محمود من سوهاج ردنا على الاستاذ احمد، مش اختلاف. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير على كل الموجودين. اهلا وسهلا. مع حضرتك محمود يوسف عبد الله من محافظة سوهاج مركز يرجع. يا فندم اهلا وسهلا. يا فندم عندنا في الصعيد مركز يرجع تحديدا الناس فاهمه القوائم وفاهمه المستقل وفاهمه كل حاجه، بس في عندنا في حاجه زي ما بيقولوا عليها ضرب من تحت الحزام. ضرب المين يعني بقى؟ للشعب كله، محدش يروح ينتخب، محدش يروح يصوت، الحاجات دي. مين اللي بيعمل ده؟ في ناس كتير في الشارع يا فندم. يعني اولا ده الاخوان يعني ولا ايه؟ يا فندم في جميع الفئات الشعب. لا في رصد يعني مين رصد بعض الظواهر يا فندم، عايزين يا فندم يهموا كل الشعب، محدش يروح يصوت. احنا عندنا في مركز جرجة فاهمين كل حاجه. بس في ناس بتنزل تقول لكم ما تروحوش ما تصوتوش. لا 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 بتلم البطايق. بتلم البطايق اللي منع الناس من التصويت. بعض الجمعيات. طب وازاي ده لا يتم ابلاغ بيه اللجنه العليا للانتخابات؟ ده اللي بدا يظهر في بعض الجمعيات. وتحديدا لمساعد الفقراء والمساعدين. تمام؟ بيبقى الموضوع ده عايزين ينيموا المركز كامل، ما حدش يطلع يروح يصوت. وانا فندم في شكر لرئاسه الوزراء. انا يا فندم كان عندي مشكله وبلغت بيها من 8 ايام. وردوا عليا ومتابعين معايا. وبشكر المهندس شريف اسماعيل. طيب يا فندم انا بشكرك، الملاحظه واضحه، ده كلام خطير جدا. الكلام ده بدا ينتشر في اللجنه العليا للانتخابات. هي الهيئه التي يجب ان تتحرك على الارض. يعني مساله منع الناخبين او اجبارهم على ان هم حتى يعني باستخدام ان هم كانوا بيقدموا لهم مساعدات فمش هنديها لكم لما تدونا بطاقتكم ونضمن ان كنتوا دي كارثه. بس انا بدعوه ان هو يتقدم ببلاغ ضد الجمعيات اللي هو عارفها الى اللجنه العليا، لان لازم المواطن. يا ريت يا استاذ محمود. طيب ناخد الاستاذ محمود من القاهره، اتفضل يا استاذ محمود. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا عاجبني ان حضرتك بتسالي اسئله الناس عايزه كلها تسالها اصلا. تمام. دلوقتي حزب النور بيقول، بعيد عن ان انا بهاجمه، هو دلوقتي بيقول ان هو انتوا شفتوا مستوانا في البرلمان اللي فات. لو حضرتك جبت صور البرلمان اللي فات اللي كان بيرفع يافطه انا عايز ادخل الحمام، وبتاع حزب النور برضو اللي كان ليه قضيه جنسيه قبل كده، الموضوع معروف. انتوا فتوا البلد بايه؟ وليه كل الصراعات دي على كرسي مجلس الشعب؟ يا ترى مصلحه البلد؟ طب لو هو عشان مصلحه البلد بتهاجموا بعض ليه؟ اللي عايز مصلحه البلد مش هيهاجم ومش هيجري كل الهجوم ده عشان مصلحه البلد. وهم بيقولوا ان هم ما تحالفوش مع الاخوان، مصر كلها عارفه ان هم تحالفوا مع الاخوان. وحضرتك لو جبت صور ولقطات من البرلمان اللي فات شوف اللي كان بيحصل من حزب النور.
والصور اللي كانت لعضو من اعضائهم اللي كان ليه صور في امريكا هيقول لك لا ده من حقنا نسافر امريكا من حقه كأي مواطن. طيب انا هدي حق الرد يا استاذ محمود للدكتور شعبان بس هاخد الاستاذ ايهاب من اسيوط. استاذ ايهاب اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. انا برحب بضيف حضرتك وبرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. انا عندي يعني بعض الاستفسارات كده وبعض الاسئله. هو انا يعني احنا قاعدين كل ما نقلب على قناه او اي برنامج توك شو بيتكلم عن الانتخابات هو ما فيش غير هجوم على حزب النور فقط وكأن ما فيش حزب في مصر غير حزب النور. احنا عايزين الكلام ايه هي المشاريع من الاحزاب هيتم تقديمها في البرلمان الجاي. هو ده اللي احنا عايزينه. لكن كلام الخلافات السياسية والكلام ده احنا طبعا كشعب احنا ملينا من الكلام ده. احنا عايزين البرلمان الجاي يبقى فيه توافق يبقى فيه ان كل اللي موجودين تحت قبة البرلمان يتعاونوا مع بعض لإعلاء مصر. كفاية اختلافات لحد كده وكفاية استقطاب وكفاية هجوم على الأحزاب. احنا عايزين كلنا نبقى في مكان واحد أحزاب ذات مرجعية دينية. وعايز عايز تسمع من كل طيارة ومن كل حزب هو يعمل ايه عشان تقدر تشوف انت هتختار ولا لا. هذا رأي مستنير للغاية. حضرتك بتوع أسيوط دي هم اختياراتهم أجدع ناس. شكرا شكرا يا أستاذ إيهاب. أنا بشكرك يا أستاذ إيهاب لأنك شرفت أسيوط بصراحة. يعني طرح طيب طرح وسطي معتدل. احنا فعلا لازم يبقى فيه منافسة سياسية ما بين الأحزاب. لازم تبقى فيه برامج. لازم تبقى احنا عايزين الحوار ده بس تاخد تعليم من الدكتور شعبان. ان هذا الشيء طرحه هو ان هو عايز احزاب ذات مرجعيه دينيه. وده احنا ما سمعتهاش. وده لا احنا سمعتش. انا متحفظ اخر كلمه حقه يتكلم اللي معاوز. طب عايز تعليم من حضرتك على ما قال. هو سالني سؤالين. ماذا قدمتم للناس في مجلس الشعب؟ اقول دون دعايه انتخابيه قدمنا للناس احنا في مجلس الشعب قلنا انه زياده دخول الافراد الحقيقيه صعبه في الان في حاله العجز في الموازنه العامه. فعملنا بديل وهو تخفيف المصروفات عن المصريين. قدمنا قانون الثانوية العامة واختصرناه من سنتين إلى سنة واحدة. وفرنا مليارات الدروس الخصوصية التي كانت تعطى للطلاب وحالات التوتر والقلق اللي عند المواطنين. قدمنا قانون يتعلق بالتأمين. قدمنا قانون آخر يتعلق بعودة الانتساب الموجه. كانت الدولة لغت الانتساب الموجه أيام الدكتور هاني هلال. وده بياخد الانتساب الموجه ده جامعات الحكومة بتاخد حوالي 70,000 طالب سنويا. كانوا بيلجأوا. طب نقول عناوين بس رئيسية دكتور شعبان عشان الوقت. حضرتك بيسأل قدمتوا ايه برضه لازم يفهم بقى. قدمنا عدلنا قانون الانتساب الموجه ورجعنا الانتساب الموجه اخرى مرة اخرى لمكتب التنسيق. وفرنا على كل أسرة 70,000 سنويا 30,000 إلى 40,000 جنيه اللي كان يدفعها في الجامعات الخاصة. ساهمنا في إصدار قانون التأمين الصحي على المرأة المعينة المطلقة والأرملة. ساهمنا في قانون تثبيت العمالة المؤقتة اللي كانت على الباب الثاني والرابع والسادس والصناديق الخاصة وخففنا الوقت اللي كان مطلوب لكي يثبت من 3 سنين إلى 6 شهور. القانون ده فات 500,000 مصري كان موظف مؤقت وجاري الآن تثبيتهم طبقا للقانون. ساهمنا في قانون تعديل قانون مباشرة حقوق السياسية بحيث يكون الفرز في اللجان الفرعية لكي نضيق الباب على التزوير. وساهمت قوى أخرى معكم. طيب أشياء كثيرة. طيب يقول لي قدمت إيه استعطيه أن نقعد ساعة أقول له قدمنا إيه. طيب السؤال الثاني اللي سأله بقى أنتوا كنتوا متكتلين مع الإخوان. هذه الشماعة يعني ملهاش مبرر. إحنا بنقول الإخوان كانوا لهم أغلبية ونحن كان لنا يعني رقم 2. اللي مشاهد احنا لما الاخوان كانوا عاوزين يغيروا حكومه الجنزوري وقفنا بقوه قلنا لا حاجه البلد الى الجنزوري الان مهمه. يعني انا بس هكلم بنفس الطريقه اللي بيكلم بها المواطن. سيبك من اللي فات خلينا في اللي جاي. يعني اللي جاي اللي جاي مهم. ما تفتحيش اللي جاي. بقى اللي فات كنت قفلتي على اللي فات. حضرتك فتحتي للي فات وما اديتش لحضرتك حق الرد. ما اديتيني حق الرد بقى بكمل بقى. بص يا دكتور بص يا دكتور اخر حد ممكن يزايد عليه في المساله دي هو انا. انا عارف يعني البرنامج بتاعي ده في حزب النور موجود وبيطرح افكاره ومحدش ضد حد وحضرتك عارف ده. يعني وديت لحضرتك الفرصه ان حضرتك تقول ومع ذلك احتسب عند الله. خلينا ناخد الاستاذ فوزي من الغربيه. اتفضل استاذ فوزي. الو اتفضل يا استاذ فوزي بس وطي التلفزيون عشان نسمع حضرتك. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ماشي يا فندم. هو مصر بخير يعني مصر الحمد لله بخير. اهم حاجه يكون في صفاء نيه. اهم حاجه صفاء النيه. يعني نقول لاخواني ولا نقول سلفي ولا نقول كده اهم حاجه صفاء النيه اللي داخل يخدم مصر. صح اهم حاجه ايه؟
صفاء النيل. صفاء النيل اهم حاجه خدمه لمصر. طيب انا بشكرك. ناخد استاذ اشرف من سوهاج. استاذ اشرف اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير يا فندم. هنوطي التلفزيون برضو استاذ اشرف عشان نسمع حضرتك. وطي التلفزيون. والله احنا هنا بالنسبه للصعيد فاهمين يعني. حاضر. احنا مساء الخير على الجميع وعلى كل الموجودين. مساء الخير اتفضل. والله احنا فاهمين حزب النور ومحترمين حزب النور وكمان في حب مصر، لكن انا بعيد النائب الصعيد اللي هو عنديكم وهيقول لكم ان في يعني لا لازم ترجع يا استاذ اشرف عشان تقول لنا بتنتقد السيد عمر هريدي في ايه؟ ما عندنا مين يا جماعه؟ ولا الصعيد احنا ما لناش حظ ابدا احنا معاكم. اه والله برضو. اه والله ليه الصعيد كده احنا ما لناش اي حظ معاكم. ليه ما احنا مظلومين حتى في الخدمات يا استاذ رشا. ما حدش ظلم قد الصعيد. يعني احنا اللي بنينا مصر واحنا ما بنتمتعش باي خدمات في الصعيد. طيب في خلينا خلينا ولا مرافق ولا نحط عايزين المكالمه بتاعت قريب انا ده لو سمحت. حاضر هيجي تاني ان شاء الله. واستاذ عمر قلب على الصعيدي فلازم نجيب الصعيدي. خلينا نشرح للناس. لما الناس تبقى زي ما المشاهد الكريم اللي اتصل هو عايز يعرف كل واحد بيقدم ايه عشان على اساسه اختار. حزب النور حضرتك عرضت لبعض الافكار يا دكتور شعبان، تحب تضيف حاجه قبل ما ننقل قائمات في حب مصر؟ في فيما هو يعني في ثلاث نقاط كده قول لي هتروح البرلمان وانت في دماغك هعمل ده عشان خاطر المصريين كلهم. تمام. ايه هم؟ في هروح البرلمان ان شاء الله علشان اساهم في اصدار القوانين المكمله للدستور. احنا شاركنا في وضع دستور جيد جدا في باب الحقوق والحريات والواجبات العامه. وضعنا مواد للفلاح ومواد للعامل ومواد للحد الادنى للاجور والحد الاقصى الى اخره. كل المواد دي محتاجه الى قوانين مكمله. صحيح. زي الماده مثلا اللي وضعناها تلتزم الدوله بمعاش كافي لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعماله المؤقته. طيب. او المعامله غير المؤقته. قانون المعاشات يعني القانون والتأمينات. لا مش المعاشات، قانون خاص بالفلاحين. كويس. معاش كافي للفلاحين، لازم نحط قانون مكمل يوضح هذا الكلام. عملنا مواد مثلا عن التأمين الصحي الشامل. لازم نعمل قانون بقى يترجم هذا النص الدستوري الى تأمين صحي شامل للمصريين. حطينا مواد خاصة بحماية النيل من التلوث ومن الاعتداء عليه. حطينا مواد في الدستور تتعلق بمعاش للبطالة والعجز والشيخوخة. كل ده محتاج إلى قوانين. وحضراتكم توجهكم الاقتصادي وسطي. لا نميل إلى يعني لا نقول إن احنا نميل إلى إعادة توزيع الثروة كاملا ولا إلى زيادة عدد القادرين. نحن وسط بين الاثنين. فإعادة توزيع الثروة هي النظريات الاقتصادية. يعني ما اعرفش الوسط يعني لا ناخذ بالنظريات يعني نعرف الاقتصاد الحر. انتوا طبعا اقتصاد حر ولا معاك؟ صحيح. لا ليس حرا، لا احنا بنقول الاقتصاد الحر. الحر المنضبط. الاقتصاد الحر المنضبط ده اللي الدستور قال عليه. يعني نحن نطالب انه يكون فيه ليس اعاده توزيع الثروه، احنا ناخذ حقوق الاخرين، لكن نعيد توزيع الثروه بطريقه انه الدعم يتم اعاده النظر فيه بحيث ينحاز يتم توزيعه الى محدود الدخل وليس يستفيد به. يعني ممكن تدعموا في البرلمان القادم التوجهات الخاصه بالحكومه ان هي خفض الدعم وبالذات دعم الطاقه مثلا؟ ندعم خفض الدعم مع ترشيده الى ان لا يقترب من المعوزين والمحتاجين. يعني انا اقول مثلا اللي دخله فوق 10,000 الان ربما لا يحتاج الى دعم، يبقى اذا نقول ان الدعم ده اللي بياخد حوالي 25% ميزانيه كيف نعيد توزيعه يعني بالطريقه. يعني هتبقوا مع خفض دعم الطاقه ولا هتبقوا ضده؟ في خفض دعم الطاقه ده شيء معين، لكن اذا يتم الخفض ما يتمش بالطريقه التي مضت، يتم الخفض. هي مضت امتى دي بقى؟ ال 20% اللي تم تخفيضها. يجب ان احنا ساعتها نخفض الدعم نقول بحيث لا يمس الفقراء ومحدود الدخل. كل الناس هتقول الجمله دي. لا انا هقولها بقى بعملي. دي جمله بديهيه. لا هقولها عملي. هقولها عملي. كيف نعيد توزيع الدعم النقدي بطريقه تنحاز الى الفقراء. طيب. ولا تساوي بين الفقير والغني. طيب. التامين الصحي وقانون معاش للفلاحين وقانون النيل والعداله الاجتماعيه والعشوائيات ومحاربه الفساد اللي لسه لازال دي عناوين رئيسيه. نعم. ناخد يعني قائمه في حب مصر. انا مش عايز اكرر حقيقه العناوين الرئيسيه اللي المواطن يعني ظل هو عايز يفهم. المواطن ده انتوا المواطن عايز يفهم. شوفي لكن هطمئن حضرتك، احنا فكره وجود احزاب ايضا في هذه القائمه. الاحزاب ليها لجان نوعيه ولجان نوعيه وبعضها احنا عندنا مثلا حكومه ظل، وبالتالي وجود الاجنده التشريعيه هي اوريدي جاهزه عندنا، احنا عارفين ايه اللي هنناقشه. اللي هو ايه يا فندم؟ لا في قوانين بتفاصيلها، بس زي ما بقول لحضرتك انا عايز اتكلم مش في عناوين اللي احنا بنتناولها في كل مواضيعنا،
لا انا عايز اتكلم في حاجه مثلا زي ما اللي حضرتك اثرتيه في الاخر الخاص بموضوع الدعم. تمام. انا هسال حضرتك سؤال. احنا لما جينا رفعنا الدعم اللي فات ده في مقابله منظومه الخبز اتحسنت ولا لا؟ لازم يعني ايه اصل ما ينفعش ان احنا كل حاجه نطلق شعارات ولا نتعامل معها مع الواقع. لا احنا عايزين احنا هنرفع هنخفض الـ 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 الدعم وهنرفع يعني الدعم لصالح المواطن ولكن بتجارب حقيقيه ملموسه. احنا عندنا تجربه ملموسه اخذنا من هنا ورحنا حاطين هنا. يعني مثلا مصير الاحرار اللي معاكم في قائمه في حب مصر ده حزب بيقول الدعم النقدي، انتوا هتخشوا البرلمان قائمه في حب مصر تقولوا الدعم النقدي ما ولا؟ زي ما قلت لحضرتك هي في النهايه هي حوارات هتتم لصالح الواقع اللي احنا عايشين فيه لان هو ائتلاف وتحالف انتخابي وليس سياسي. لكن احنا نتفق على المتحدث الرسمي بس. ايوه يا فندم انا بقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك حضرتك ما عملتوا اجتماعات عشان تحطوا برنامج لنفسكم او اجنده تشريعيه تشتغلوا عليها؟ عندكم توجه اقتصادي ماشيين فيه، عندكم توجه سياسي ماشيين فيه، عندكم توجه اجتماعي ماشيين فيه. التوجه الاقتصادي هو التوجه الداعم للدوله زي ما قلت لحضرتك. يعني احنا دلوقتي في اتفاق بالنسبه للمصريين الاحرار وبالنسبه للوفد وبالنسبه للمستقلين على اهميه تعديل منظومه الدعم. يجي بقى نقدي يجي ده دي تفاصيل فنيه تؤخذ في السياق اللي حضرتك طرحها. لكن الاختلاف في لكن هتأيدوا توجه الدوله نحو خفض الدعم ده حقيقي ده حقيقي هنؤيد هذا الامر. الامر الثاني قانون الاداره المحليه. يعني لو انا هندي لحضرتك يعني قانونين عشان نتكلم في بعض التفاصيل الفنيه فيهم. المواطن بيعيش كل يوم يعني حياة قاسية جدا في التعامل مع الوحدات المحلية. المواطن بيعيش كل يوم حياة قاسية جدا في التعامل مع النظافة والقمامة إلى آخره والخدمات العامة يعني. الخدمات العامة. ودي كلها مرتبطة بأهمية وضرورة إعادة إصدار قانون إدارة محلية يقابل احتياجات المواطن. ونعمل محليات بقى بجد؟ ما هي محليات بجد بالظبط كده. وبعدين اقول لسيادتك حاجه، احنا ده يؤدي الى تحسين في منظومه الصحه، الناس مش واخده بالها، يعني المحليات تحسين في منظومه الصحه. انا عندي القمامه اللي مليانه دي انا قانون الخدمه المدنيه هتطالبوا بيه عدد النظر فيه؟ شوف قانون الخدمه المدنيه للامانه اللي احنا انا اقول لك على راينا احنا كوفد وبرده راي اديني الجبهه التحالف انتخابي يا استاذه رشا. انا هفضل اقرر لحضرتك التحالف انتخابي وهو متفق يعني على ثوابت عمل هننجح جوه هنسيب ايدينا من ايدين بعض. سيادتك بتتحدثي عن تفاصيل فنية لقوانين معينة ده مجالها البرلمان. طب الوفد ده مجالها تحت القبة. رأيه ايه في موضوع الخدمة المدنية؟ الخدمة المدنية القانون جيد جدا واللائحة التنفيذية اتعملت في يعني اذا مش هتعارضوا موضوع الخدمة المدنية لنا فيها بعض التحفظات لنا بيها بعض التحفظات يعني يعاد النظر ولا اللائحة التنفيذية يعاد النظر في اللائحة التنفيذية قانون التظاهر في بعض قانون التظاهر ده قانون التظاهر احنا قلنا راينا فيه. قانون التظاهر كان لابد ان يصدر ولنا برضو بعض التحفظات ارسلناها واعلناها في اكثر يعني من موقف يعني هتطالبوا اعاده النظر في قانون التظاهر. لكن فيما يخدم السياق العام الظرف الراهن احنا هنتكلم طيب. فيه فدي ده موضوع اللي انا عايز بس اتكلم فيه هو فكره احنا ليه معلش وانا لازم نتكلم في الموضوع ده لان دي انتخابات. الناس اتكلمت عن حزب النور وهجمت في حزب النور وفي ناس ايدت حزب النور وفي بعض الناس وفي ناس قالت مش المساله نور ولا وفد ولا مصر قائمه حب مصر ولا قائمه الجاء المساله ماذا سنقدم للمواطن البسيط بعيدا عن هذه العباءه او المسميات. انا بقى اكلمك حضرتك كمتحدث رسمي وكوفد وقبل كل ده كمواطن وكمسلم ليه انا بختلف مع حزب النور واخده بالك لازم نقول انا قبل ما اكون بختلف معاه سياسيا انا بختلف معاه حرصا على ديني. يعني أنا النهاردة لابد أن إحنا الناس تفهم ولازم نتناقش بموضوعية متجردة تماما. إحنا ليه بصي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان دايما يكرر يقولك أتمنى أن أرى الدين يصل إلى أهل السياسة ولا أتمنى أن أرى أهل الدين يصل إلى السياسة. فالفكرة دي وحظي حلو ان الدكتور شعبان كمان هو اللي ضيف معايا النهارده لان الدكتور شعبان راجل يعني متزن في الحوار. احنا عندنا اشكاليه يا دكتور شعبان. احنا يعني انتوا ليه موجودين؟ يعني انتوا ليه انتوا حزب النور بكل الجدل انت حضرتك سيادتك يعني بتتظلم من الهجوم اللي بيجي عليكم ما سالتوش نفسكم ليه الناس بتهاجمكم؟
مش الناس اللي بتهاجمنا. امال لا معلش انت حضرتك بتقول انتوا موجودين ليه؟ اكمل السياق. احنا لا لا احنا موجودين ليه؟ رئيس حزب الوفد ذاته والوفد وكافه الاحزاب كانت تقول فينا شعرا ايام ما قدمنا المبادره قبل 30/6. لماذا تحولت هذه الاحزاب الكيد السياسي المرتبط بالانتخابات؟ لا لا أنا لماذا أنا انتم موجودين؟ شوف نحن نمارس سياسه ولا نمارس ايه؟ تفتكر ليه حدث التحول في المواقف؟ التحول في موقع نتيجه لعمليه انتخابيه بحته، تكسير عظام. الكل يريد ان يعني ان يصعد على اكتاف الاخرين. هو مش مطمئن قوي. لا 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 هي موجود. هو احمد بيقول الكلام جميل. لا دكتور شعبان موجودين ليه؟ لا دكتور شعبان احنا موجودين. انا احدثك كمسلم حاجه بيت ربنا وبعتمر واحسن. لا 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 ما انا بتكلم في الدين. ليه بقى بتكلم في الدين؟ انا اتكلمت في الدين. اقول لحضرتك ليه بتكلم؟ لا انا اقول في الدين شرف. ما انا اقول لحضرتك طبعا أنا شرف لنا جميعا. انا تطرقت لهذا الموضوع. انا اقول لحضرتك ليه وانت بتحولت شوف انك بتدخل الدين في سياسه. لا 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 اهو مع ليه استاذ احمد اختلف معاه. لا يا فندم انا احنا مختلفين. ما احنا مختلفين. اتكلمت ايه؟ لا لا ما احنا لازم نقر بشيء. تقول لي على الاخر انتوا موجودين ليه؟ يا دكتور شعبان دكتور شعبان موجودين ليه؟ دكتور شعبان حد بيمن علينا موجود؟ انا هو بيتحدث عن هذا التوجه الاسلامي موجود ليه على الساحه السياسيه؟ نوضح السؤال يا باشمهندس. انا شوف اقول لسيادتك استاذن سيادتك بس ان تعطي لي الفرصه لان انا قلت انا بنتهز فرصه ان انت شخصيا اللي موجود عشان يستفيد المواطن ويمكن انا اللي استفيد يا سيدي. اتفضل وانتوا تستفيدوا. اتفضل شوف يا دكتور. اتفضل يا فندم. في اسباب موضوعيه متجرده لاي حد محايد للهجوم عليكم. انتوا في الفتره بتاعه 2011 2012 كنتوا بتعلنوا جهرا ان انتوا حزب ذو مرجعيه دينيه لان كانت الموضه ماشيه في ذو مرجعيه ونحن لان نقولها الان ولم نتنازل عنها. يعني انتوا عندكم مرجعيه اسلاميه ودي مرجعيه الدستور. انا طب ما انت لو مرجعيتك اسلاميه انا اسمي احمد ويعني بعد اذن سعادتك ليه انا مش معاك في الحزب؟ طب يعني ارد على يعني انا النهارده راجل عشان وقتنا عشان ندي فرصه لعمر بيلعر فرصه متكافئه فعلا. لا لا ما ينفعش معلش اديني اجابه قصيره لو سمحت عشان دلوقتي غير الاسلام احنا ما بنتكلمش ان احنا مسلمين وغيرنا غير مسلمين. كلمه المرجعيه الاسلاميه موجوده في الماده الثانيه. نحن بنقول زي ما في قانون اسكندنافي قانون بريطاني قانون فرنسي كمصادر للتشريعات فيه مصدر اخر هو التشريع الاسلامي وده اتوضع في الماده الثانيه. الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع مبادئ الشريعه الاسلاميه وتحط في الماده 227 مبادئ الشريعه الاسلاميه. مبادئ الشريعه الاسلاميه وتحط في ديباجه الدستور احكام المحكمه الدستوريه العليا هي المفسره لهذه المبادئ بما فيها الحكم اللي بيقول هم. بص يا دكتور شعبان هي المشكله عند مش عند باشمهندس احمد بس ولا عند التيار الليبرالي المدني عند قطاع لا يؤمن حتى الان انكم حزب سياسي وليس حزب دي. طب انا اعمل ايه للقطاع ده؟ بس انا لا باسباب يا استاذه راشد بس احنا مش عايزين نجور على اخونا عمر بيه لكن عندنا اسباب. لا عمر بيه لازم يتكلم الصراحه يعني عشان يبقى فيه حضرتك في ملخص سريع دايما بحتكم للدستور في مثل هذه الامور. انا عندي اجنده خاصه بي انا على المستوى الشخصي وعندي اجنده تخص بلدي ومصر بصفه عامه. فلو اتكلمنا ممكن ما نقولش الشخصي نقول العامه. لا لا ما انا اصل انا ابن بيئتي فانا في عندي مشاكل بتاعه البيئه في الصعيد. في الصعيد صعيد ظلم في عقود طويله فاصبح النهارده انا كراجل نائب صعيدي مكلف من قبل الصعيد كله وليس دائرتي فقط بان انا اوصل صوتهم وحقوقهم للدوله المصريه الحديثه. وفكره الاهمال والتجاهل للصعيد تاني لن تعود مره اخرى انتهت مع بناء دوله جديده مع مصر الجديده. فكره ان الصعيد منفى انتهت هذه الفكره تماما واحنا مش هنسمح بيها. وهذا الظلم البين اللي واقع على ابناء الصعيد خلال السنوات الطويله دي لن يتكرر مره تانية وهنقاتل على حقوقنا. ده قول واحد. ده على مستوى البيئه اللي انا نشات فيها. لو احنا معاك في على الاسقاط بقى على 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 بعض الدوائر او على بعض المشاكل العامه مش موجوده بس في دائرتي وموجوده في مصر كلها فيما يتعلق باملاك الدوله. يعني انا اتكلمت في الجزء ده واحب اكرره تاني. ده اول طلب هتقدم بيه في المجلس الفتره اللي جايه فكره انه املاك الدوله اللي بتؤجر ب 75 وترفعت ل 8.5 جنيه دي منتهيه تماما تلغى. الامر الثاني قانون الاسكان الجائر ثاني الظالم المستبد 119 هذا القانون اللي بيساوي ما بين المخالفه اللي ترتكب في قريه وترتكب في مركز وترتكب في مدينه وفي القاهره. واحد بيبني بيت على ربع ايراط ولا نص ايراط ولا 100 متر عشان يتستر بيه اطبق عليه قانون بالازاله والغرامات شان وشان اللي بيبني شقه في محافظه او في القاهره بيكسب فيها ملايين ده ظلم بين. ده الاجندتي الخاصه لكن على بلدي بقى لا ده انا عندي دستوري بيقول حاجات. انا مكلف بانشاء بتشريعات مهمه جدا. يعني اول تشريع بنص القانون بناء دور العباده الموحد
النهارده فكره ان انا ده بتكليف الدستور يا استاذ رشا، لازم نخش في الموضوع ده، وده موضوع شائك ومنتهى ده موضوع وده محتاج ان احنا نناقشه وبقوه وبجراه. فكره المعوقات اللي كانت موجوده في مضى دي بالنسبه للكنائس او بالنسبه للمساجد او بالنسبه لكل دور العباده، امر لابد ان احنا ندخل ده حضرتك. لكن في النهايه هل المستقلين بقى، عشان انا بمثل تيار المستقلين، احنا داعمين للدوله المصريه، داعمين لاستقرار الدوله المصريه، داعمين لحياه سياسيه؟ كمين هيبقى دعم لاستقرار الدوله المصريه يا فندم؟ لا الدعم ازاي حضرتك؟ الدعم بيجي ازاي؟ ما هو مش الدعم اللي هو التأييد المطلق والكلام اللي احنا يعني لا صحيح. احنا بنتكلم حضرتك بشكل موضوعي، احنا لما هننتقد حضرتك هنقدم الحل البديل، مش هنتكلم نقول لا ده غلط وبس، غلط والصح بتاعه اهو وتفضلوا. ده اللي انا افهمه في الدور المستقلين الفتره دي. كنتوش بتعملوا كده في البرلمانات السابقه؟ للاسف. بص يا استاذه، الاوتوبيس، بصي حضرتك، الاوتوبيس هو بتاع 60 سنه، هو الاوتوبيس اللي هو حضرتك. طب غيرنا الاوتوبيس اهو. ما احنا الحمد لله انه البلد اتغيرت، والحمد لله ان احنا عندنا مستقبل ان شاء الله بنتطلع اليه كلنا، نبني بلدنا بشكل جيد. خلي بال حضرتك الفرق بقى هنا بقى ايه بقى، عشان بس الراي العام يبقى عارف الفرق هنا، الرغبه والاراده عند القياده السياسيه في اصلاح شان الوطن، ودي موجوده. طيب انا بشكر حضرتك، بس هاخد تعليم من الدكتور شعبان عشان ما يبقاش يعني في انا بس يؤسفني والاستاذ احمد رغم انه رجل لطيف انه يبقى منتمي الى حزب ليبرالي ويجي يقول انتوا موجودين ليه؟ اين الليبراليه؟ اين التشاركيه؟ اين احنا موجودين لان احنا بنوارث حزب متميز. اعتقد احمد بيه حضرتك تقصد التواجد على الساحه السياسيه؟ طبعا السياسيه. ما ده عشان كده بالمرجعيات دي. انا سالت الحزب النور موجود ليه؟ يغفل كثير من الناس. حزب النور خرج من عباءه الجبهه السلفيه، يعني ممكن تطالبوا حزب النور النهارده. الاستاذ طلعت مرزوق مطلع تصريح في اليوم السابع بيقول من يطالب ب فصل الدين على السياسة هو عدو للإسلام. بالذمة ده كلام؟ بالذمة ده كلام يا دكتور شعبان؟ شوف سيادتك، أنتم بتهدموا بنيان الإسلام قبل أن تبنوا. أنا بقول على مسؤولية. لا ده كلام. لا أنا بقول على مسؤولية. صدقني سيادتك، طب ادي رد معلش يا باشمهندس. أنتم أين أنتم من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ انا النهارده عندي دوله مصريه متماسكه. ايوه يا فندم، كلام خطير. انا بتكلم في القران برايي. لا يا فندم، احنا بنفرق بين الناس وكل شيء. احنا النهارده ده واقع بقى عندنا. يعني لما يصدر تصريح من هذا النوع يثير مخاوف. عندنا الازهر بقى، عندنا راي الشيخ. معلش يا باشمهندس، اديني فرصه رد. اتفضل يا دكتور. الكلام اللي بيقوله الاستاذ احمد ده خطير جدا، انه بيفسر الايه. اديني حق الرد بعقل. اديني رد. ادي سعادتك رد. نحن نؤمن بان الدين لا ينفصل عن السياسه، والدستور هو الذي نص على ذلك. نعم. لما ينص الدستور في الماده الثانيه عمر بيه ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى دي لا خلينا نكمل يا استاذ احمد. اتفضل. دي ليس يجب ان لا تكون مرجعيتنا احنا بس، مرجعيه كل هو بيقول كده ان الاسلام ده بتاعنا كلنا. بيقول لك انا اسمي احمد ومسلم. طب انا حيش الوفد ان يقول مرجعيتي مرجعيه الشريعه الاسلاميه الموجوده في الدستور؟ هو انا حشته الوفد؟ انا ازعل من الوفد لما يقدم قانون، لما يقدم قانون يعمل نوع من المساواه ويطلع رئيس جامعه القاهره يقول منتقبه ما تدرسش، ولا يطلع حلمي نمنم يقول ان مصر دوله علمانيه بالفطره. انا عندي مانع ان يدافع عنها حزب النور، ما يدافعش حزب النور بس، انا عاوز هو يدافع لان ده ضد الدستور. انا مالي يعني، انا بتكلم على كلنا ضد علمانيه في الدوله. انا في النهايه اقول ان حزب النور الحزب الوحيد في مصر الذي لم يعني هي المساله صدور بعض التصريحات التي تثير حاله من القلق الشديد. لا مش قلق، نحن لا نفصل بين الدين والسياسه، ولا نقبل ان يفصل بين الدين والسياسه. انا هدي لحضرتك، هذا قال هذا التصريح بان مصر دوله علمانيه، فهو قد اخطا في هذا التصريح بالتاكيد. اذا كان قاله لا ده في مداخله معي انا شخصيا. لا 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 ده كلام يتنافى مع المنطق ومع العقل ومع الدستور. ما زي ما انا قلت للبشمهندس احمد، انا ما يصدر من تصريحات عن اعضاء في الجبهة ويمثل موقف الجبهة ولا يمكن فصله، ما يصدر من تصريحات عن أعضاء في حزب النور هي تمثل من وجهة يعني لما تطلع مرشحة للنور عن خلق الحجاب بتقول الجائع يجذبه اللحم المكشوف ورائحته النفاذة. يا استاذه رشا، انا مش عاوزين نتكلم في تفاصيل، انا بتكلم. أنا عارف يا دكتور، انا بقول عشان على فكره لما بطرح ده على حضرتك بدي لك الفرصه انك تدافع عن هذا الموقف، لان المساله على فكره دوله مدنيه ولا مش دوله مدنيه؟ دولة مدنية بمرجعية إسلامية موجودة في الدستور. موجود في الدستور يا دكتور شعبان. طب مزعلة كده، انا ما احنا بنتخانق على ايه؟ انت خليك كده برضه. طيب قول كده. انا لا بس لا، انا عبارة أخيرة بقى. انا بشهد الجميع، أي حزب ينظر إلى حزب النور قبل 30/6 وبعد 30/6
يكاد يكون الحزب الوحيد الذي لم يطالب بإقصاء أحد لما قدم مبادرة قبل 30/6 وبعد 30/6. هل شاهدتي حزب النور مرة يطالب بإقصاء حزب معين؟ اللي كان بأيد حزب النور ويقول في شعر قبل 30/6 النهاردة لما جت الانتخابات ينقلب على حزب النور. السياسية منافسة سياسية يعني كل حاجة تستخدم يعني ليس ضد حزب النور فقط ولكن حتى الأحزاب الليبرالية أو المدنية اللي مع بعض لما الأستاذ أحمد سألني قال لي الكل بيهجم عليكم قلت له الكل ما بيهجمش علينا بيهجم علينا رجال بعض رجال الإعلام زوي أجندات خاصة برجال الإعلام اللي صح أصحاب قنوات رجال الأعمال لهم أجندة هم اللي بيهجموا علينا. دكتور شعبان نعم. ليس بينكم وبين الناخب حائل هو في الصندوق يختار النور يختار مصر حب في مصر يختار مستقل جميل والناخب ما بيخلش عليه بقى الهجوم وما فيش حد واصي على حد وما فيش حد هيزيف وعي حد تاني ممتاز المواطن المصري يا اخوانا انتوا يعني نتصارع وكما المطلوب المطلوب ان احنا نعمل منافسه حقيقيه شريفه نختلف ونتفق في بعض الامور ده مساله لكن نتجنب استخدام الدين نتجنب استخدام المال السياسي عشان نعمل انتخابات يعني نقابل بها ربنا واحنا راضيين ان احنا حضرتك بدرجه 100% انا بشكرك الدكتور شعبان عبد العليم الامين العام المساعد لحزب النور والمهندس احمد سجيني المتحدث الاعلامي لقائمه في حب مصر وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد والسيد عمر هريدي المحامي و انت ما جبتلوش ابن عمي اللي اتقطع عليه الخط معلش هنجيبه حلقه ثانيه ان شاء الله بعد الفاصل مستمره مع حضراتكم لكن هنطلق يعني هنمشي بقى من مساحه السياسه ونروح قليلا لمساحه الفن وهيكون معانا النهارده احد نجوم ستار نعم اكاديمي شاب لديه عرب ايدل معلش انا اسفه هيكون معانا بعد الفاصل في كلام تاني